كالعادة حضرات لعيبة النادي الأهلي هم ملوك البلاس 90، ودي حاجة بتشكل ظاهرة تستحق الدراسة الحقيقة. صباح الفل على كل حضراتكم وأهلا بكم في بداية حلقتنا النهاردة، حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. ابتديناها معاكم بمجموعة لقطات والأهداف اللي كلنا استمتعنا بيها في لقاء الأمس. طبعا حلقتنا النهاردة أكيد هنتكلم من خلالها وبالتفصيل كمان عن كل التفاصيل المتعلقة بلقاء الأمس، وكمان عن ما هو قادم بإذن الله. صباح الفل عليك. صباح الهنا وصباح النصر. احنا متعودين والأهلي معودنا يا كريم ان احنا لما بنفوز الحمد لله بيبقى كمان أداء كويس. هقول كويس مش أروع حاجة، هقول كويس، ونتيجة الحمد لله اللي احنا بنرجوها هنقول صباح النصر، وبإذن الله كل كمان ماتشاتنا اللي جاية تكون كده عند حسن ظننا زي ما بيتقال. بس امبارح الماتش كان فيه كلام كتير أكيد. الحمد لله ان احنا قدرنا كمان نجيب اجوال حتى لو جبناها في ال90 بلس. على فكره هي ممكن تكون للبعض يقول لك دي حرقه دم، بس احنا الاهلي يعني ال90 بلس دي بتاعتنا، واحنا بنفضل المفروض خلاص خدنا على كده لغايه الدقيقه 90 والاكسترا تايم، ما بنبقاش قلقانين، بنبقى واثقين ان النادي الاهلي يعني هيعدل النتيجه او هيفوز. فده قد كان امبارح. لكن من الناحيه الثانيه بقى كان في بعض الفرص برضو الضائعه اللي اتكلمنا عنها امبارح واتكلمنا عنها الاسبوع اللي فات، وقلنا واتكلمنا عنها بالمناسبه الموسم اللي فات برضو يا كريم. صحيح. وقلنا صحيح. احنا محتاجين نحل هذه الازمه، محتاجين نحل هذه المشكله. ومارسيل كولر برضو لما طلع هو اتكلم على فكره في كذا نقطه وجاب سيره هذا الامر وتحدث عن الفرص الضائعه وتحدث عن اللعب الكويس برضو او اللعب الجيد والاكثر من جيد من بعض اللعيبه. شفنا شويه كده الجول الاخير بنكهه القضيه، ممكن نقولها بهذا الشكل. على كل حال احنا هنتكلم في تفاصيل طبعا المباراه وكمان ما هو قادم، بس خلونا في البدايه نرحب او نقول يعني هيكون معانا الاستاذ سامي عبد الفتاح، وهنرحب بيه طبعا في الفقره الاولى، الناقد الرياضي الكبير وتحليلاته اكيد المتميزه جدا. الفقره الثانيه هيكون معانا فقره البيئه والدكتور علاء الدين احمد، وبرده فقره اكيد متميزه وجديده فيما يختص بملف الصحه. لازم طبعا تكون بدايتنا مع حضراتكم عن لقاء الامس وفوز الامس للنادي الاهلي على فاركو بنتيجه 2-1. طبعا الماتش ده كان ضمن منافسات الجوله الثامنه لبطوله الدوري. زي ما نهاوند بتقول احنا بالفعل اهدرنا فرص كتير جدا، خصوصا في فيما يتعلق بالتاتشات الاخيره، اللمسات الاخيره، ودي حاجه احنا اتكلمنا فيها مع حضراتكم قبل كده اكتر من مره. طبعا الفرص دي كانت كلها الحقيقه كفيله ان هي تضاعف النتيجه، مش مجرد ان هي تزودها. لكن برضو لازم نرجع ونقول ان الاهلي كان مسيطر، يعني سيطره شبه كامله على مجريات المباراه من خلال الهجمات المتتاليه، والحقيقه شكل ضغط كبير جدا على فريق فاركو اللي اعتمد على الدفاع نقدر نقول طوال وقت المباراة. الأهلي اتقدم في الدقيقة 30 بهدف أحمد عبد القادر من تمريرة علي معلول السحرية، وبعدها تعادل أحمد شريف لفاركو في الدقيقة 36، لكن كعادة لعيبة النادي الأهلي بيقاتلوا حتى آخر ثانية في اللقاء، وبالفعل سجل محمد شريف هدف الفوز في الثواني الأخيرة في الوقت بدل الضايع من رأسية جميلة منه. تغييرات المدير الفني كولر كانت هجومية وكانت موفقة إلى حد كبير، والحقيقة منحت الفريق أفضلية الهجوم في الشوط الثاني. شفنا نزول حسين الشحات وحسام حسن ومحمد شريف وحمدي فتحي وكمان أكرم توفيق. بص احنا تعالى بقى نتكلم بالارقام كده. بالفوز ده كده الاهلي رفع رصيده ل 22 نقطه، احنا كده نعتبر على قمه الدوري، وتجمد المفروض تجمد رصيد فاركو برضو بلغه الارقام عند بالظبط او رصيده هنا بنتكلم 7 نقاط او عند النقطه يعني السبعه. لكن برضو في شويه تفاصيل يا كريم انت ذكرت البعض منها في المباراه عايزين احنا نقولها سريعا، وهي فعلا المباراه كانت قويه جدا، المباراه كانت حماسيه. الاهلي من ناحيته ساعه لو هنتكلم من البدايه عشان يضغط على كل يعني ارجاء الملعب، ونقدر كمان نقول انه شن هجمات كتيره جدا، بس هجمات ما نجحتش. يعني شنينا هجمات يا كريم جميله خلينا نقول، بس ما بتكملش، ما بتنجحش للحظه الاخيره او للتاتش الاخير. يعني خليني اقول لحضراتكم برضو دفاع فاركو احبط تمريره كانت قويه جدا واكيد كلنا شفناها من علي معلول، اللي كانت لبرونو سافيو في الدقيقه لو انا مش غلطانه تقريبا كانت ال17، وكان ممكن ان هي بسهوله جدا تدخل على فكره جول. طيب في الدقيقه كمان ال20 اعتقد كان قفشة برضو كان في كوره مررها لبرونو سافيو وكانت داخل منطقه الجزاء، لكن كان في للاسف وضعيه التسلل يعني دي بقى اللي حرقت دمنا شويه، ان كانت لعبه حلوه جدا. وتمكن برضو دفاع فاركو من التدخل، وكان في الدقيقه برضو 24 ضاعت فرصه كانت كبيره جدا يعني، وفي الدقيقه 45 لا احنا انا مش عايزه اقعد اعد. يعني بجد لا احنا ضيعنا فرص كتيره، ضيعنا فرص كتيره امبارح، وفي نفس الوقت انت بتتكلم انت رصيدك 22 نقطه فاركو 7، يعني جاب كبير، واحترامي لكل الفرق اللي احنا بنلعبها يا كريم، بس برضو في جاب كبير جدا. وفي الجاب الكبير في الارقام ده بيدي لك ان في جاب كبير في المستوى
المستوى الفني، فلما انا يبقى مستواي اعلى بكتير فنيا، تاني هرجع اقول فنيا، مفروض المباراه تخلص باسهل من كده، باسرع من كده. انا ما شفتش ده امبارح، انا ما شفتش ده امبارح. حتى لو احنا ملوك ال90 بلس واحنا مش زعلانين على فكره، بس ال90 بلس يبقى مع منافس مثلا الى حد ما قريب ليك في النقاط في المستوى الفني، ولا انا غلطانه؟ يعني دي نقطه اعتقد كانت باينه للناس كلها امبارح. سيبك انت، اهم حاجه ان الجاف الكبير ده يفضل، يعني نفضل محافظين عليه اطول وقت ممكن. ما فيش رفاهيه حاجه تانية. اه طبعا بطبيعه الحال. يعني خلينا نبقى متفقين أكيد. بس أكيد. يعني خلينا نقول او نشهد برضو لكابتن ايهاب جلال طبعا المدير الفني لفاركو، ان هو هذا الرجل بجد له فكر، وفكر يمكن طبعاً. مع فاركو كمان فكر متميز ظهر على الارض. لا فاركو رغم النقاط القليله، رغم الترتيب بتاعه اللي هو متدني شويه، لكن اللعب بتاعه حلو. يعني طبعاً. بيدافع طبعاً. في نفس الوقت دفاع مستميت، بيحافظ على الكره، بيحاول لاخر اللحظات، بيتنافس بشكل كبير. فبرضه لازم الحق يقال، يعني هم امبارح كانوا كويسين، فاركو كان فعلا بيلعب بشكل يعني حماسي جدا. اكيد. بمناسبه كلامنا عن فاركو، عايزين طبعا نتوجه بخالص تعزينا للاعب فاركو اللي سجل الهدف في لقاء الامس، احمد شريف، اللي طبعا بعد ما سجل الهدف كلنا شفناه رفع التيشيرت وكان مكتوب تحتها في الجنه. هو طبعا في اشاره او بيبعت رساله تعزيه، واحنا بدورنا بنعزيه طبعا في وفاه خطيبته اللي يعني انتقلت للرفيق الاعلى اثر حادث هو نفسه كان موجود معاها فيه، وربنا نجاه، فربنا يرحمها برحمته الواسعه، واكيد خالص تعزينا لاسرتها الكريمه وللاعب كمان احمد. ده حصل امتى يا كريم؟ انا سمعت عن الموضوع بس مش عارفه امتى. من ايام يعني من ايام، بس يعني اكيد انت عارفه، او يمكن تقريبا شهر او حاجه زي كده. بس عارفه برضو كره القدم زي ما ساعات بيبقى فيها سياسه، زي ما شفنا في كاس العالم بيبقى فيها برضو في كتير انسانيات جدا من وبيبقى فيها كده. حاجات كتيره طبعا. بالظبط كده طبعا، تجربه قاسيه اكيد وخالص تعزينا ليه اكيد. طيب على قد ما الحقيقه رجوعا بقى لرجوعنا لتفاصيل لقاء الامس، وده طبعا الهدف بالمناسبه اللي سجله اللاعب احمد شريف في لقاء الامس، على قد ما اعصابنا تعبت وكان نفسنا ان احنا نخلص الماتش من بدري، على قد ما لعيبه النادي الاهلي الحقيقه بيحسسونا كالعاده هم الى اي درجه عندهم القدره على القتال حتى اخر ثانيه في المباراه، لانه فعلا المباريات الصعبه بيكون الاهم فيها وان انت تحقق المكسب باي طريقه ايا كانت ايه هي، لكن لازم كمان نركز بشكل كبير جدا على المباراه اللي جايه. احنا عندنا ماتش مهم جدا قدام سموحه يوم الاحد الجاي ان شاء الله، هيتلعب الماتش ده الساعه 7 مساء على استاد الاهلي وي السلام ضمن الجوله التاسعه من بطوله الدوري. لازم طبعا يعني نشتغل على نفسنا اكتر ونركز في الفوز عشان نضمن حفاظنا واحتفاظنا بصداره الدوري. عندنا ثقه اكيد ان مستر كولر بيصحح باستمرار واول باول اي اخطاء او اي تراجع في الاداء خلال اي مباراه، وبيعرف ازاي يستعد كويس قوي ويجهز اللعيبه بتوعه لكل المباريات القادمه، ودي نقطه في منتهى الاهميه، لان احنا لازم ناخد في الاعتبار ان جماهير النادي الاهلي كالعاده ما بيهمهاش اي حاجه غير ان هي تفوز في كل المباريات ايا كان اسماء الفرق المنافسه ايه. هي عشان كده دي النقطه بقى اللي تاخدك، ان احنا مش مفروض نضغط على المدير الفني، مفروض ان احنا نديه المساحه. وبتهيالي احنا كنا مدين المساحه دي لموسيماني برضو يا كريم، ودلوقتي احنا مدين المساحه دي لمارسيل كولر. فانا اعتقد ان هو عنده كل الصلاحيه حاليا ومحدش بيتدخل في هذا الامر. يمكن ده كمان اللي اكد عليه هو امبارح في تصريحاته، لان هو اتكلم قال لك انا عارف ان في بعض الناس مستغربه بعض التغييرات وبعض المشاركات اللي انا بعملها او الروتيشن اللي بعمله مع اللعيبه، زي مثلا برونو سافيو امبارح كان لاعب راس حربه، الناس يعني شويه تساءلوا هو ليه التغييرات دي. هو رد عليهم انتهى الصراحه والشفافيه، قال لك انا عندي ضغط مباريات لغايه شهر فبراير، فانا مش عايز اضغط على اللعيبه، مش عايز اكرر ماساه الموسم اللي فات ان اللعيبه تبقى على نهايه الموسم خلاص منهكه تماما فنيا وبدنيا وذهنيا ونفسيا. فالراجل عنده وجهه نظر، الراجل عنده سيستم ماشي عليه. انا اعتقد ان ده في الاول وفي الاخر مش غلط ابدا، حلو جدا انت تعمل روتيشن، انت بيبقى ليك وجهه أكيد. نظر معينه، بتجرب اللعيبه في كذا مركز. وبرونو سافيو على فكره لعب راس حرب قبل كده مثلا، هنتكلم على هذا المثال. على كل حال ده كان جزء من تصريحات مارسيل كولر. خلينا نروح نشوف باقي التصريحات اللي كانت عقب يعني انتهاء المباراه وفي المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل. Auch in der ersten Halbzeit viele Möglichkeiten gehabt, sind dann sicher auch verdient in Führung gegangen. بدأنا الماتش كويس جدا، ضغطنا كويس، ضيعنا اهداف كتير، كان لينا خطوره على الجون، واتكافئنا بان احنا اتقدمنا في المباراه. Was unser Problem war, dass wir zu wenig Tore geschossen haben, dass wir eigentlich höher hätten führen können.
مشكلتنا في الشوط الاولاني كانت ان احنا ضيعنا جوان كتير جدا، ان احنا كان المفروض نتقدم بسكور في الشوط الاول. Und dann haben wir eine Aktion vom Gegner und wir kriegen gleich das Tor. Also die haben, glaube ich, im ganzen Spiel zweimal auf das Tor geschossen bei uns. وللأسف من أول فرصة بيروحوا بيها على الجون اللي بيضيع، للأسف القاعدة معروفة، اللي بيضيع بيستقبل، وأول فرصة هم راحوا بيها على الجون جابوا بيها جون على طول. هم متهيألي في الماتش كله ما راحوش على الجون غير في كورتين، يعني هم ما شاطوش على الجون غير مرتين بس. Und wir haben dann natürlich versucht, nach dem Ausgleich zweite Halbzeit weiter Druck zu entwickeln, mussten aber auch natürlich immer wieder auf Konter aufpassen. في الشوط الثاني بدأنا إن إحنا نحاول نكمل الضغط بتاعنا، نحاول نخلق فرص مع بعض الحذر من الهجمات المرتدة. Und das Gute war, dass die Mannschaft eigentlich immer daran geglaubt hat, dass wir noch eine Entscheidung herbei. أجمل شيء كان إن الفريق كان لغاية آخر ثانية في المباراة مصدق ومؤمن تماما إنه يقدر يسجل وإنه يقدر يكسب الماتش ده. Und das war dann auch noch mit den Einwechslungen und ich glaube der Sieg ist sicher verdient. وبعدين عملنا تغييرات ساعدتنا كتير وأعتقد إن إحنا كسبنا فوز مستحق جدا النهارده. Und ich sag meiner Mannschaft auch immer, es ist egal, ob du die Tore in der ersten Minute schießt oder in der 96. Hauptsache du schießt sie. ودايما انا بقول لفرقتي مش مهم انت بتجيب الجون امتى، بتجيبه في الثانيه الاولى او بتجيبه في الدقيقه 96، مش مهم، المهم ان انت بتجيب تكسب وبتجيب الجون لغايه اخر دقيقه. Aber grundsätzlich kann man es natürlich ruhiger haben, das ist auch für die Trainerbank, wenn man das Spiel frühzeitiger entscheiden will. لكن اكيد بالتاكيد بتبقى افضل، وبالذات للجهاز الفني اللي قاعد بره على اعصابه، افضل ان احنا نخلص المباراه من بدري عن ان احنا نفضل على اعصابنا لغايه اخر دقيقه. aber es ein verdienter Sieg. Man hätte viel mehr gewinnen sollen. Haben Sie dann mit Bruno Savio dann an Position, also einen Mittelstürmer gespielt? Was die Idee dahinter, obwohl dann an der Bank Sam und Sherif bereit waren und man hat gesehen, die haben nicht viele Spiele letzter Zeit gehabt, dass sie zum Beispiel mit der Rotation leiden müssen. Ja, ja. Halt einfach auch, er hat früher auch Stürmer gespielt und ich habe eigentlich gedacht, mit Afshar zusammen, das ist eine gute Kombination. Darum habe ich ihn von Anfang an da vorne gebracht. Bruno لعب قبل ما يجي النادي الاهلي لعب فتره طويله كمهاجم، فكنت حابب ان انا اشوف التركيبه بتاعته هو وقفشه مع بعض في الملعب، ان الدويتو ده ممكن يعمل كوره كويسه، فكنت عايز اجرب ده. شريف بقى وحسام. شريف وحسام. Ja, die sind beide reingekommen. Also Hossein, der hat noch nicht so viel gespielt. Er musste meistens eigentlich auf der Außenbahn spielen und ja, hat gezeigt, dass er ist natürlich auch das, was mir die Spieler im Training anbieten, was ich sehe, was ich dann beurteilen muss. Und das war jetzt in der letzten Zeit war das gut und darum hat er von Anfang an gespielt. Also ist er reingekommen. بالنسبة لحسام، هو كان في الفترة الأخيرة ما بياخدش دقايق كتير، وبعدين جربته فترة إن هو يلعب جناح، وبعدين أنا دايماً بتكلم مع اللعيبة إن هي التمرين هو نمرة واحد بالنسبة لي، اللي بيديني في التمرين وبيأدي 100% في التمرين هو اللي بيستحق الفرصة، هو اللي بينزل وبيلعب، وهو بذل جهد في التمرين الفترة اللي فاتت واستحق إنه ياخد فرصة النهاردة، وهو وشريف نزلوا ومتهيألي إن هما الاتنين عملوا مردود كويس جداً وهما اللي قلبوا نتيجة الماتش في الآخر. Ich gratuliere Mr. Kuladan. Der Sieg dann kam zu spät, aber der kam dann in einer Minute, dann die mehr Freude dann für die Fans. Nächstes Spiel dann wird gegen Samoha auch ein schwieriges Spiel sein. Ist das Rotieren? Ist das Rotieren kommt, wird immer weiter so mit dir bleiben? Und wann sehen wir Sherif als Hauptmittelstürmer, der eines Tages dann Torschützenkönig war in der Meisterschaft? Mhm. Wann sehen wir ihn dann wieder als Mittelstürmer oder als Stammspieler? Ja,
Ja, also wenn wir natürlich immer wieder mal rotieren, wir haben ja viele Spiele, das ist jetzt Dezember, Januar, Februar, März, also das sind alle 3, 4, 5 Tage sind Spiele. Also das ist wichtig, dass wir natürlich alle bei Laune halten, dass wir schauen, dass wir, dass jeder Spielrhythmus hat. Und Sheriff hatte auch im Zentrum gespielt, hat auch Tore gemacht. Und ich habe aber auch, wir haben ja auch nicht so viele Linksfüßer. Und er hat auch schon auf der Position gespielt. Und ich denke, dass er das auch sehr gut lösen kann. Wir haben ضغط ماتشات غير طبيعي, يعني غير معقول. احنا هنلعب في ديسمبر, يناير, فبراير ومارس تقريبا برتم كل 3 ايام ماتش تقريبا, مش هيبطل عن كده, ممكن في بعض الوقت هيبقى 4, لكن الاغلب هيبقى 3 ايام. ده رتم ما ينفعش ان انا العب فيه او احرق فيه عدد قليل من اللعيبه. لازم كل اللعيبه عايزه تبقى جاهزه, كل اللعيبه عايزه تبقى عندها رتم الماتشات, بحيث ان انا كل لعيب يبقى جاهز 100% واقدر ان انا العب باي تشكيل, كله يبقى جاهز, كله يبقى مستعد, ما يبقاش فيه اي فروق بين اللعيبه وبعضها. شريف لعيب كبير ولعيب كويس جدا. شريف لعب قبل كده جناح, دي مش اول مره, مش حاجه انا اللي اخترعتها, انا عارف ان شريف بيلعبها قبل كده. وانا ما عندناش للاسف لعيبه كتير في الاجناح بتلعب برجليها الشمال, لكن شريف عنده ميزه انه بيقدر يلعب برجليه الاثنين وبيعملها كويس. جربت شريف لعب فتره راس حربه, النهارده في وسط الماتش برده انتقل لراس الحربه وقدر يجيب جول. شريف هداف كبير ويقدر يبقى حل بالنسبه لي سواء جناح او مهاجم. الحقيقه يعني برضو من ضمن الامور اللي ملفته للنظر في مستر كولر من اول لحظه جه فيها, يعني في شويه حاجات كده ممكن تكون رفايع, لكن كل واحده فيهم او كل تفصيله فيهم على حده فيها دليل واشاره كافيه على ان هذا الرجل بيعرف ازاي يتعامل تعامل نفسي, بعيدا بقى كمان عن امتلاكه لادواته كمدير فني وفكره الخطط والتجهيز الى اخره. فكره التعامل النفسي مع اللعيبه وخصوصا لما يكون في لاعب معين مثلا واقع تحت ضغط بأي شكل من الأشكال. الكلام ده ينطبق بكل حذافيره على حالة أفشة اللي شارك في ماتش امبارح من أول دقيقة. بالظبط, طبعا بعد اللي حصل والأحداث الكتيرة اللي اتكلمنا فيها طبعا, لكن فكرة إشراكه من الدقائق الأولى هنا فيها علامات أو فيها رد على يعني هجومهم كتير تعرض لي أفشة في الأول في الآخر. ده لاعب النادي الأهلي وده ابن النادي الأهلي وإحنا محتاجينه في الفترات اللي جاية بشكل كبير جدا, فما ينفعش يبقى في هذا الهجوم حتى إن أخطأ. شوف أنا هروح معاك حتى إن أخطأ, ولكن ما ينفعش إن أنا أدمر نفسية لاعب وأنا محتاجه في الموسم ده بشكل كبير جدا. ومش هننسى إن أفشة ده فرحنا كتير قوي يعني, ده اتعملت أغاني على القضية ممكن, فتعثر ولو كان حتى عن استحقاق, لكن خلينا نقول إن اللاعب ده برضو ابن النادي الأهلي ولاعب تقيل. فكرة إشراكه ده بيرد على هجوم كتير جدا, بيعيد لي الثقة مرة تانية. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا, خلي بالك لو احنا حتى جاهزين فنيا ولكن بنمر بضغوطات او بظروف نفسية غير جيدة, ده بيؤثر بشكل كبير علينا يا كريم. لما بنجيب مدير فني وما بيبقاش فيه تجانس وكيمستري حلوة ما بينه وما بين اللعيبة, ده بيؤثر بشكل كبير, وشفنا ده يمكن مع سواريش. فيعني الى حد ما لازم يكون في تناغم, لازم برضو المدير الفني هو اللي بيتحمل وبيشيل. انا شفت التصريحات بتاعه مارسيل كولر والطريقه اللي دايما بيتكلم فيها بعد انتهاء اي مباراه حتى بمكسب او خساره, ان هو دايما بيتحمل هو المسؤوليه. هو بيقول لك انا يمكن عندي اخطاء 1 2 3, لكن عمره ما بيطلع يقول لاعب معين قصر, لاعب معين لازم يتجازى او حاجه زي كده. انا بشوف ان ده كان اداء مانويل خوسيه. مانويل خوسيه كان كده جدا, كان دايما بيدافع عن الفريق وفي نفس الوقت ممكن يعنفه في اوضه اللبس بشكل كبير جدا. مانويل خوسيه زي ما حضراتكم فاكرين طبعا كان من اشد المديرين الفنيين اللي جم, لكن كان من اكثرهم برضو الناس كانت بتحبه يعني طبعاً. اكتر طبعاً. يمكن مدير فني جه الناس حبته او اللعيبه حبته والجماهير حبته, لكن صحيح. هو كان صارم جدا, ولكن مع كل ده كان بيراعي الشق النفسي صحيح. فانا شايفه ان في تناغم او في تشابه الى حد ما ما بين مارسيل كولر ومانويل خوسيه. بس على كل حال النقاط اللي اتكلم فيها برضو كولر امبارح يا كريم مهمه طبعا. الحديث اكثر من مره بعد كل مباراه ان في فرص ضايعه كتيره بتحصل فيها مشكله, الحديث عن الاجنحه عندنا برضو, يعني في حاجات كتيره تم ذكرها. اتمنى في الفتره اللي جايه بس ان احنا يتم تداركها عشان اللي جاي والموسم ده واللي بعده واللي بعده. احنا اكيد نفسنا كولر يحقق نجاحاته, ما نضطرش ان احنا كمان نغير مدير فني طبعا. بالعكس يعني كل ما المدير
المدير الفني استقر معانا، ده افضل للفريق اكيد بطبيعه الحال. والحقيقه كل يوم والتاني بنشوف لقطه ما لمستر كولر بتاكد لنا على فعلا فكره ان في تشابه الى حد بعيد في التركيبه النفسيه والشخصيه وفي طريقه تعامله مع اللعيبه ما بين مستر كولر وما بين مانويل جوزيه. وطبعا اكيد حضراتكم خدتوا بالكم كمان امبارح اخر 3 4 دقائق من المؤتمر الصحفي كان اخر كلامه وبمنتهى التركيز وبمنتهى الاعتزاز كان بيتكلم عن محمد شريف كلاعب كبير، ودي حقيقه الحقيقه وامر واقع. طبعا نفس الكلام بحذافيره ان ما كانش اكتر ينطبق كمان على قفشه اللي غير القضيه ممكن، واللي الحقيقه اسعدتنا واثلجت صدور الاهلاويه في كل مكان، وكمان مشاركته في البطوله اللي بعديها والنجمه العشرة، وشفنا الاداء والاهداف اللي سجلها ومشاركته القويه جدا مع النادي الاهلي وحصوله مع الاهلي على برونزيتين في مونديال الانديه. لا طبعا بنتكلم على لعيب كبير. بمناسبه الكلام اللي اتقال امبارح كمان عايزين نروح مع حضراتكم لتصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ اللي اتكلم عن فرحته بالجمهور اللي كان قاعد بيشجع حتى الثواني الاخيره من لقاء الامس، وقال ان الاداء لا يرضي الجماهير في كل المباريات ولكن مستر كولر بيعمل على تصحيح ده بشكل كبير. قال كمان علينا ان نكون اكثر شراسه في المباريات المقبله لكي ننافس على كل البطولات. تعالوا نسمع جانب من تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ ونرجع نكمل، اتفضل. يعني الحمد لله طبعا يعني هي مباراه فيها تفاوت شديد جدا، بدايه كانت كويسه ضيعنا فرص سهله، وبعد كده ربنا كرمنا باحمد عبد القادر، وبعدين تعادلنا بعدها بست دقائق على طول، وبعدين اتحول الاداء شويه، وده في الكوره ممكن يبقى مش عايز اقول وارد لكن في النهايه بتحصل. يعني الشوط الثاني كان فيه استعجال، في عايز تجيب الجول على طول. الحمد لله على كل شيء، واحسن حاجه في المباراه النهارده هي المكسب. يعني كل مباراه او كل تدريب قبل المباراه دايما بيبقى في محاضرات لحضرتك ومحاضرات لمستر كولر بتتكلموا مع اللاعبين عن اهميه كل مباراه، يعني ايه ابرز ملامح الكلام اللي بتتكلموا معاه في اللعيبه واللي ظهر وشايفين يعني نتيجته في الملعب كل ماتش؟ يعني بص هو في النهايه يعني انت في الفتره اللي زي كده والمباريات اللي مضغوطه بتبقى تعدي المباراه بحلوها بمرها. مباراه فيوتشر كانت مباراه برده في المتناول جدا، وضيعنا بينالتي تقريبا في اخر 5-6 دقائق من الوقت بدل الضايع، وبعدين النهارده بنكسب في الوقت بدل الضايع. هي دي الكوره، يعني انت بتلعب 34 مباراه فيها كل الظروف اللي ممكن تحصل يعني. فانسى يعني كل مباراه بتخلصها بتاخد منها شويه عبر وشويه اسباب وشويه حاجات تساعدك في اللي جاي، لكن لازم تقفل الصفحه. يعني انت لعب 8 مباريات دلوقتي، كسبنا 7 وتعادلنا مباراه، اعتقد انها حاجه كويسه. في بعض الاوقات الاداء ما بيعجبش برضو ده نتكلم فيها وعند الراجل يعني، لكن في النهايه الاجمالي كويس. عندنا 26 اسبوع لسه فاضلين، يعني مباريات كتير اقفلها، يعني اقفل اللي بيعدي. يعني الحاجه الثانيه يعني عايز اقول برضو يعني الصوت لازم يبقى موجود، صوت المباريات وصوت الحماس وصوت الدوافع اللي تبقى موجوده للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه. يمكن على الحته على المستوى الاعلامي في رجوع شديد قوي، مش عارف ليه يعني، حتى في الامور اللي هي ممكن تبقى امور تدعو للحيره والتساؤلات الشديده جدا، حتى على المستوى كاس العالم للانديه اللي احنا بنتكلم فيها، اللي انت المفروض ما تشغلش بالك بيها قوي لان هي لسه فتره طويله. انت بتدي مساحه او الناس بتدي مساحه لناس تتكلم في احقيتها في المشاركه، وهم عارفين اللائحه والنظام. يعني انت بتتكلم على مشاركه في كاس العالم للانديه، يعني انت هتشارك بناء على بمزاجك ولا فرد رجاع ولا هو ده نظام. زي مثلا يعني في افريقيا الاول والثاني بيروحوا مثلا يعني، وممكن الثاني ياخد البطوله ممكن، تمام ده نظام نفس الكلام يعني. لكن للاسف احنا هنا يعني ممكن الكلام ده يزعل الناس يعني، لكن هو ده الحقيقه. انت بتدي مساحه كبيره جدا للاعلام، الناس من الرجاء يتكلموا، يعني مع احترامي الكامل لنادي الرجاء في المغرب، لكن بيتكلموا في حاجه في احقيه ونصوص ولوائح. يعني في حين ان انت مثلا حتى يوم ما لعبنا الوداد في المغرب، هات لي قناه واحده ولا برنامج تلفزيوني في المغرب استضاف حد من الاهلي يدي رايه ولا يقول وجهه نظره. لكن احنا هنا في الاعلام المصري والمنظومه الاعلاميه في مصر لا، بندي مساحه ثانيه ونتكلم في حاجه خلصانه. يعني انا عارف ان ممكن يبقى في راي وراي اخر زي ما بيقولوا يعني، لكن مش في كل الحالات. يعني انت بتدي مساحه سلبيه جدا جدا جدا، ومش في وقتها ولا في مكانتها، وخصوصا لو مرتبطه بنص. يعني
خلينا نقفل الصفحه بس بتاعه الدوري. عندنا مباراه سموحه والمشوار لسه طويل جدا، ممكن يبقى في شهر يناير اللي جاي نبقى اقوى ان شاء الله، لان اكيد هيبقى في تدعيمات وتدعيمات كويسه مع الناس اللي موجوده يعني. لكن لازم نظهر بصوره احسن من كده وافضل من كده واقوى من كده واشرس من كده ابتداء من يناير اللي جاي باذن الله. لازم يبقى عندنا يعني فعاليه اكبر من كده من خلال تدعيمات ومن خلال اللعيبه اللي موجوده. اخيرا جمهور الاهلي اللي وراكم في كل مباراه ودايما مؤمن بيكم انكم هتحققوا الفوز حتى في اخر دقيقه، تقول له ايه؟ بص اقول يعني جمهور الاهلي مش محتاج توصيه ومحتاج نصايح، هو عارف طريقه كويس قوي وعارف قوته. واللي عايز اقوله برضه مفيش حد صاحب النادي يعني في حد، لا مدير فني صاحب النادي ولا مدير كره صاحب النادي ولا مسؤول صاحب النادي ولا لعيب صاحب النادي، مفيش حد صاحب النادي. الجمهور هو قوه النادي، قوه النادي في جمهوره. لكن اللي صاحب النادي هو مبادئه، هو اسسه، هو نظامه، هو ده اللي صاحب النادي. لكن مفيش حد على وجه الارض لا جه ولا هيجي هيبقى صاحب النادي. كل واحد بيتبع نظام معين كده، كل واحد بيجي بيأدي فترته وبيأديها كويس بنقول له شكرا يعني مع السلامه، وكل واحد وكله بمقابل يا حبيبي يعني، بما فيهم العبد الله اللي واقف قدامك، كله بياخد المقابل ده سواء كان مالي او ادبي او اجتماعي كله. فصاحب النادي هو نظامه، مبادئه، اسسه، هو ده اللي صاحب النادي يعني. انا مش عايز اتكلم كتير في الماتشات لان هي كل يوم انت بتشوف لون مختلف. النهارده ممكن تشوف مباراه رائعه جدا، بكره ممكن تشوف مباراه ثانيه خالص، اللي بعدها تشوف مباراه ثالثه خالص، وهكذا. اللي بيعجبني بقى في تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ ده، هنتكلم ان دايما بيدافع عن النادي الاهلي وبشراسه طبعا. يعني لا يسمح لاحد ان هو يغلط في النادي الاهلي، تصريحاته دايما بتكون لو في اي حد تخطى حدوده مع النادي الاهلي بيرد، بس بيرد بالادب، بالكيان، بالتربيه بتاعت كيان النادي الاهلي. عمرنا ما بنغلط في حد بنفس الاسلوب، عمرنا ما بنلجا ليه يعني ان احنا نزود في الكلام، الرد دايما بيبقى زي ما بيتقال كده تو ذا بوينت. ده بصراحه اللي بيعمله كل مره كابتن سيد عبد الحفيظ. وعجبني برضو هنا ليه بنطقها حفيظ يعني عادي ده اسم لا بس برضو بتدي تاتش رونق. الله جاب شغل عادي، شغل عادي، واحد خد على كده على فكره الله غصب عني بس اكيد في الحقيقه مش كابتن سيد عبد الحفيظ يعني هتبقى صعبه. بس اللي عايزه اقوله برضو اللي عجبني في تصريحات كابتن سيد ان هو تحدث عن الشق الخاص ان النادي بيحمي اولاده، لكن على الشق الاخر بقى ان برضو اللعيبه لازم تبقى مدركه ان هي بتنتمي لهذا الكيان، ولازم ان هي تتعامل في الاطار اللي يليق بهذا الكيان، وتفهم ان مفيش حد كبير عن هذا الكيان. احنا كلنا اولاد النادي الاهلي، لكن اللي بيغلط بيتحاسب مهما كان مين، اللي بيأثر بيتحاسب مهما كان عامل ايه وتاريخه ايه مع النادي الاهلي. ما عندناش حاجه اسمها اصل معلش، اصل ده ادى كتير للنادي، اصل لا لا، اللي بيغلط بيتحاسب زي ما بياخد حقه، زي ما هيبقى عليه الغلط وهيتحاسب لو في اي تقصير تم. فدي نقطه كمان حلوه ان كابتن سيد كان بياكد عليها طبعا. وكمان تفصيله ان مفيش حد صاحب النادي، يعني الجمله دي جمله بليغه جدا وعبقريه جدا، وعلى فكره تتسق وتتماشى تماما مع المقوله الشهيره اللي طبعا كلنا كاهلاويه مقتنعين بيها ومؤمنين بيها، مش مجرد بنرددها والسلام. فكره ان الاهلي فوق الجميع، ما هو الجميع ده اللي هو مين؟ اللي هو حتى اللعيبه بالمناسبه. الاهلي ككيان، الاهلي كتاريخ، احنا بنتكلم على منظومه متكامله الاركان، مفيش مساحه ان اي حد نتيجة سوء سلوك أو سوء تصرف أو حتى في بعض الأحيان تصريح لا يليق ولا يتماشى مع كيان النادي الأهلي، بيبقى فيه سرعة رد فعل وبيبقى فيه يعني تعنيف شديد جدا. وكابتن سيد دايما الحقيقة بيتكلم من قلبه وبنرف شديد، وبصفة خاصة لما بيكون في أي لغط أو في أي كلام مش مظبوط بيتقال على لعيبة النادي الأهلي أو على الكيان ككل. فطبعا تحية كبيرة كابتن سيد عبد الحفيظ الحقيقة. طيب دي كانت تصريحات مستر كولر وكابتن سيد عبد الحفيظ. خلينا كمان نروح للتصريحات الخاصة هنا ب يعني كابتن سامي قمصان، لأن هو برضو كان ليه أكثر من تصريح مهم جدا يا كريم. كابتن سامي برضو يعني من الشخصيات الأهلاوية الثقيلة واللي لها طبعا ثقلها ولها رونقها، وقد ايه برضو ادى كتير لهذا الكيان. خلينا نروح نتابع قال ايه ونرجع نكمل.
الفرقه بتلعب بشكل مختلف عن اللي كان بتلعب بيه قبل كده. كان عندهم قبل كده طبعا تحفظ دفاعي، النهارده بيحاول اللي هو يبني من تحت ويعمل هجمات مرتده. طبعا مدرب مميز يعني، لكن اعتقد الحمد لله ان احنا كان عندنا افضليه، واعتقد النتيجه عادله الحمد لله. يمكن الشوط الاولاني كان عندنا افضليه في كل الشوط الاول، فرص واستحواذ، يمكن الكره الوحيده اللي جت علينا بس، لكن اعتقد الحمد لله رجعنا تاني الشوط الثاني، والراجل اضاف الحمد لله بتغييراته، ادانا كثافه هجوميه، وكان عندنا تصميم وعندنا ثقه ان احنا نسجل هدف. اعتقد الحمد لله تسجل، يمكن تاخر شويه، لكن الحمد لله طبعا على الفوز دوت وعلى النتيجه دي وعلى الثلاث نقاط. الحمد لله بالطبع. اتكلمتوا في ايه مع اللعيبه بين الشوطين، خاصه ان كان في فرص كتيره جدا ضاعت الشوط الاولاني، واول هجمه زي ما حضرتك قلت جت علينا في الشوط الاولاني جت بجون على طول؟ يمكن هو ده اللي الراجل اتكلم فيه ان احنا مهم جدا خصوصا في المباراه اللي زي دي ان احنا لما بنسجل هدف لازم نفكر في الهدف التاني يعني، او على الاقل ما يبقاش فيه لقطات يعني اوقات فيها بيبقى فيها سرحان او بيبقى فيها كسل معين او بيبقى عندك ثقه ان الكوره معاك على طول، فبتبقى ما بتديش مثلا حته اللي انت ممكن تغلط في اي وقت او اي التوقيت في المباراه يعني. لكن اعتقد الحمد لله ده درس بنستغله واللعيبه بتستفيد، ودي الخبرات اللي اللعيبه بتاخدها يعني. لكن الحمد لله اللي احنا رجعنا تاني ده الاهم بالنسبه لنا. التغييرات الحمد لله اعتقد هجوميه ادتنا افضليه، ادتنا كثافه في ال 18، وقدرنا الحمد لله ان احنا نسجل هدف تاني. كابتن سامي بالطبع اختيار التغييرات والتشكيله اساسا هو حق اصيل للجهاز الفني، ولكن فلسفتكم في اختيار التشكيله انا شايف ان كل مباراه بتدوا عناصر جديده، وتقريبا كل الفريق بشكل عام لعب مباريات كتيره، وحابين نشوف كل الفريق بيلعب في ماتشات كمان مهمه، مش بس ماتشات يعني سهله، مفيش ماتش سهل كمان دلوقتي. يمكن دي من الحاجات برضو اللي احنا استفدنا بيها من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت انت لعبت كميه ماتشات كبيره جدا، كثافه ماتشات كبيره جدا، يمكن كان عندنا اصابات كتيره الفتره السنه اللي فاتت اثرت علينا واثرت علينا في الدوري. السنه دي نفس القصه، انت بتلعب بنفس عدد الماتشات بتاع السنه اللي فاتت. النهارده الحمد لله انت بتوصل لكاس العالم، مشارك في الدوري، مشارك كاس عندنا 2 كاس، عندنا كاس رابطه، فعدد الماتشات هو مماثل يمكن اكتر كمان من السنه اللي فاتت يعني. غير طبعا المباريات الدوليه اللي اللعيبه بتاعتنا بتشارك فيها، انت عارف قوام من منتخب مصر او اللعيبه المحترفين عندنا كلهم بيلعبوا في منتخباتهم، فبيحاول الراجل طبعا اللي بيدي برضو يعمل منافسه بين اللعيبه، بيحاول برضو انت احنا بنلعب كل 3 ايام ماتش يعني، فثبات التشكيل في اوقات كتيره ممكن تبقى عرضه للاصابات، فالراجل بيحاول يعمل كده، يحاول يعمل منافسه بين اللعيبه، يحاول يعمل روتيشن. فاعتقد يعني هو الراجل عنده خبرات كبيره يعني، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقه طبعا يعني في الاختيار الامثل لكل ماتش والفتره الجايه ان شاء الله. جمهور الاهلي اللي في البيوت طبعا كلنا عارفين شعوره، لكن كمان الجمهور اللي كان في الملعب ما بطلش تشجيع من قبل المباراه، لكن التشجيع كان زياده كمان اول ما دخل فينا الجون ولغايه بعد الدقيقه 90. تقول للجمهور كان شعوركم ايه؟ والجمهور كان مؤمن بشكل تام من غير شك ان النادي الاهلي ان شاء الله هيحقق الفوز. هو ده جمهور الاهلي مختلف عن كل الجماهير، عشان كده يعني جمهور النادي الاهلي دايما في ظهر فرقته لحد اخر لحظه. يمكن انت كنت حاضر النهارده المباراه، وكل الناس اللي موجودين عندها ثقه ان النادي الاهلي هيكسب، النادي الاهلي هيجيب جول حتى لو ناقص 10 ثواني. وده الحمد لله الاحساس اللي بيوصل للعيبه ووصلنا احنا كجهاز يعني، ان الجمهور ده ما ينفعش يرجع يبقى زعلان. الجمهور ده استحمل اخفاقين في الدوري العام، اعتقد مش هيستحمل تاني، لازم نحاول نقاتل عشان نقدر نساعدهم، ونقدر دايما نخلي جمهورنا ده رقم واحد زي ما هو بعد ربنا دايما داعم للفرقه يعني. فبشكره طبعا على الجهد ده، وشكره طبعا ان بيجي مسافه كبيره جدا ودعم فرقته، فكل الشكر ليه، وبقول له طبعا مبروك طبعا، وان شاء الله مزيد من البطولات ومزيد من ان شاء الله من النجاحات باذن الله. اخيرا، هو مفيش مباراه سهله في الدوري السنه، لكن داخلين على مباراه صعبه قوي، سموحه، سيراميكا، بيراميدز، الفتره الجايه هتتعاملوا فيها ازاي، خاصه المباريات دي كلها يعني بنتكلم في تقريبا في 10 ايام. زي ما قلت لك خلينا نفكر في كل، زي ما الراجل دايما بيتكلم، كل مباراه لوحدها. عندنا مباراه مهمه، فرقه سموحه فرقه مميزه، كابتن طارق من المدربين الكبار الموجودين في الدوري، عنده خبرات كبيره، نستعد لها ان شاء الله يعني، وان شاء الله يبقى عندنا ان شاء الله افضليه فيها اكتر، ونقدر ان شاء الله نحسمها بدري باذن الله. انا عاجبني كم جمله الاخيره اللي كابتن سامي قالها، فكره هنا ان الجمهور ده استحمل كتير قوي. صحيح طبعا، والجمهور ده واحنا كلنا استحملنا كتير قوي، اخفاقات يمكن كانت زيادة غير مسبوقة للنادي الأهلي موسمين ورا بعض، ودي حاجة قلنا إن هي ما حصلتش من 20 سنة. فبتهيألي كابتن سامي يعني لمس نقطة مهمة جدا في حديثه عن يعني استحمال الجماهير، وإن الجماهير مهما حصل برضه هي في ظهر النادي الأهلي. شفتوا حضراتكم الماتش امبارح الجماهير كانت عاملة إزاي، حاجة جميلة، ناس مسافرة ورا الفريق مهما كان داخليا وخارجيا، يعني بجد كان مشهد يفرح جدا. خلي النقطة التانية اللي أنا عايزة أتكلم فيها برضه، وهي فكرة هنا إن كابتن سامي، أنا يعني كنت بقول لحضراتكم يعني له
تاريخ جميل ورجل فعلا بيعشق هذا الكيان. ويمكن كمان لما درب بعد موسيماني الفتره اللي درب فيها النادي الاهلي انا مش هنسى مباراته مع بيراميدز يا كريم لما كسب بسكور 3-1 وبيراميدز ما اعتقدش ان مع اي مدرب قبل كده كان فيه السكور ده 3-1 فمش هننسى برده. لا هو متميز ولا كان 2-1 وقتها 2-1 كان 2-1 لا كابتن سامي وعلى الشخصية كمان على المستوى الشخصي يا كريم شخصية محترمة جدا 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 الحقيقة واسم له ثقله في النادي الأهلي. طبعا كل التحية لكل من هو يعني مسؤول بشكل أو بآخر عن الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي. تعالوا بقى نروح لملف مختلف حبتين بس هنبتدي بكلمة مبروك مليون مبروك لمنتخب مصر للرماية اللي حقق 3 ميداليات في بطولة إفريقيا للرماية المقامة في تونس. نجحت هالة أشرف الجهري في أن هي تحقق الميدالية الذهبية في نهائيات 10 متر مسدس سيدات، وفي نفس المنافسات حققت يارا أحمد الميدالية البرونزية، بينما حقق يوسف الكردي الميدالية الذهبية في نهائيات 10 متر مسدس رجال. يعني لو حضراتكم بتركزوا معانا هتلاقوا ان احنا تقريبا ما فيش شهر بيعدي من غير ما نتكلم معاكم عن الرمايه وعن البطولات اللي بتتحقق فيها، وكلنا طبعا متوقعين ان شاء الله في الايام والشهور القليله القادمه هيكون في المزيد من النجاحات والميداليات. فعاليات البطوله الافريقيه الخامسة عشر يعني للرمايه بدات من كام يوم ومستمره حتى يوم 24 من ديسمبر الحالي. منتخبنا الحقيقه بينافس فيها بشكل جيد جدا واكيد كلنا بندعي له وان شاء الله مستنيين منه المزيد من النجاحات والميداليات في الايام القليله القادمه ان شاء الله. انت عارف ايه اللي بيعجبني جدا لو هتكلم لما يبقى في رياضه ما انت مش متالق فيها بقالك فتره طويله ومنها الرمايه بالمناسبه، احنا لغايه الاولمبياد اللي فاتت كنا بنتكلم ان احنا لسنا الافضل تماما في هذه الرياضه في الرمايه. جيت بعد كده اشتغلت قد ايه من قبل كمان الاولمبياد وفتره الاولمبياد وما بعد، وابتديت ان انت تتحسن وابتدى السكور يتغير والاداء يتغير والرانكينج بتاعتك تتغير، فده بالنسبه لي انجاز، ده بجد يعني ان صح التعبير ده انجاز حقيقي بيتم او بيحدث على الارض. حتى لو انت يا كريم ما خدتش الميداليه الذهبيه او ما خدتش المركز الاول، كون ان انت دلوقتي مستواك بهذا الشكل بيتحسن تحديدا في رياضه ما، انا بشوف ان ده برضو انجاز وانت كده ماشي في الطريق السليم. فاحنا يمكن زي ما انت قلت فعلا كل كام يوم بيبقى معانا رياضه مختلفه او رياضه ما مصر متالقه فيها سواء محليا في بطولات او دوليا، فده برضو على المستوى الفردي او الجماعي اكيد انجاز للرياضه المصريه في الاول وفي الاخر. يعني معنا على التليفون دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور منار بونجور على حضرتك، كل سنه واحنا طيبين. النهارده اوفيشلي او رسميا يعني ابتدى فصل الشتاء، فخلينا بقى نطمن من حضرتك الفتره القادمه هتشهد يعني ايه من درجات الحراره والطقس، وهل احنا بنتكلم ان هيبقى في انخفاض يعني سريع في درجات الحراره ولا برده هيبقى جرادولي او يعني زي ما بيتقال كده تدريجيا؟ اتفضلي يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة نهاوند وأستاذ كريم وكل السادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم بخير يا رب. بالفعل البداية الرسمية لفصل الشتاء اليوم هيستمر معانا تقريبا حوالي 3 أشهر، لكن احنا مع البداية الرسمية لفصل الشتاء هيتزامن معاه في انخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية. الانخفاض ده بدأ من الأمس بحوالي درجتين، اليوم هينخفض كمان عن الأمس حوالي درجتين إلى 3 درجات على كافة أنحاء الجمهورية، وده بسبب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا وأيضا منخفض جوي على سطح البحر المتوسط. هيعمل المنخفضين على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، فهتحجب جزء من أشعة الشمس. مصادر الكتل الهوائية معظمها الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط معتدلة تماما في درجات حرارتها، فاحنا هنحس بانخفاض درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى هتتراوح ما بين 19 وال 20 درجة مئوية خلال فترة النهار. فطبعا ده انخفاض عن الأيام الماضية بحوالي 5 درجات، احنا كنا الأسبوع الماضي في بداية الأسبوع ده كمان سجلنا درجات حرارة وصلت ل 25 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. صحيح. خلال الأيام القادمة من اليوم إلى بداية الأسبوع القادم إن شاء الله العظمى هتتراوح ما بين 19 وال 20 درجة خلال فترة النهار، خلال فترات الليل هتتراوح ما بين 13 وال 14 درجة مئوية، يعني أجواء شتوية لطيفة تماما خلال فترات النهار، مائلة للبرودة إلى باردة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر. كمان فرص الأمطار بدأنا نشوفها بشكل كبير خاصة في المناطق الساحلية مع وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري. الأمطار هتمتد خفيفة للمناطق الجنوبية زي جنوب الوجه البحري، هتصل للقاهرة الكبرى، خليج السويس، مدن القناة، بعض المناطق من حلايب وشلاتين. الأمطار اللي في المناطق الداخلية يعني القاهرة الكبرى أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية.
متوقع الحاله الجويه بتستمر معانا ليوم السبت القادم ان شاء الله، استمرار انخفاض درجات الحراره، كمان استمرار فرص هبوط الامطار على المناطق المختلفه. امطارها هتكون متفاوته الشده، طبعا هتختلف من يوم ليوم من محافظه لمحافظه، لكن هتكون على فترات متقطعه. طيب بالنسبة للشبورة برضو يا دكتور منار، عشان الناس تطمن لو حد مسافر تحديدا الويكند بيبقى أو بيشهد يعني رحلات سفر كتيرة لمحافظات مختلفة من القاهرة وغيره. بالفعل يمكن احنا الأيام الماضية بدأنا نشوف كثافة في الشبورة المائية وبدأت تأثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية، لكن مع نهاية الأسبوع ده الشبورة المائية كثافتها مش هتكون بالشكل الكبير، لأن التوزيعات الضغطية مختلفة تماما، مش هتساعد على التكثف الكبير للشبورة المائية، هتكون شبورة مائية خفيفة هتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية. لكن برضه هننصح قائدي المركبات والمسافرين على الطرق القياده في هدوء تام، نتبع كافه تعليمات المرور اثناء اي ظاهره جويه بتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه، لان الامطار كمان بتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه والشبوره المائيه بتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه. مهم كمان ناخد بالنا من نوعيه الملابس بشكل كبير، نرتدي ملابس شتويه فترات النهار وفترات الليل، فترات الليل كمان تكون ملابس شتويه ثقيله او معانا جاكيت لو حسينا اكثر من انخفاض درجات الحراره. طيب دكتور منار انا هسالك سؤال يعني ما اعتقدش هيبقى ليه اجابه دلوقتي بس هساله، مش عارفه اسئلتي بس انا عايزه اطمن، يعني احنا بقالنا فتره بنشهد اختلاف ما بين السنه والسنه في الفصول المختلفه، بمعنى ان تغيير المناخ بيؤثر كل سنه او له تاثير كل سنه مختلف على العالم، ممكن يبقى في شتاء قارس جدا بعد كده يجي شتاء ما نحسش بيه قوي يعني، او فتره قليله جدا اللي يبقى فيها شتاء فصل الشتاء او فصل الصيف على كل يعني على حسب. فانا عايزه اطمن هل الشتاء السنه دي ربما ياتي مثلا على غير العاده مختلف الى حد ما عن السنه اللي فاتت، ولا ده ما نقدرش نحدده من دلوقتي؟ لا هو احنا بنحدده لكن دقه التنبؤ بتكون قليله، يعني احنا من خلال التنبؤات الفصليه في الهيئه العامه للارصاد الجويه احنا بنقول ان الشتاء هذا العام 2023 هيبقى حول المعدلات الشتويه، يمكن كمان يعني يشبه شتاء العام الماضي الى حد كبير، خاصه في انخفاض درجات الحراره خلال فترات الليل وموجات الصقيع اللي احنا كنا بنشهدها خلال فترات الليل، انخفاض الملحوظ في فترات الليل والجو شديد البروده فترات الليل، لان فترات الليل درجات الحراره توصل لي يعني احيانا درجه ودرجتين في مناطق شمال الصعيد المدن الجديده الاماكن المكشوفه، فده بيؤدي الى تكون الصقيع والبروده القارصه خلال فترات الليل. كمان معدلات الامطار طبعا بتبقى حاضره بشكل كبير على المناطق الساحليه، لكن دايما دقه التنبؤات الفصليه بيكون لا تتجاوز ال 20%، فاكيد ممكن يحصل تغيرات في التنبؤات اللي احنا بنقولها للفصل ككل. رائع جدا. اي استفسار عن الطقس؟ لا انا كده زي الفل، انا اطمنت من الدكتوره منار ان احنا هنبتدي بقى ندخل وبقوه في الاجواء الشتويه المعتاده. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتوره منار غانم، طبعا اجهزي بقى. انا سعيده جدا خلاص. انت عارف وانا بسمع النشره النهارده اول مره بقى سعيده من قلبي تقول لك الناس يعني. بقى اللي هي ما بتحبش الشتاء لا معلش بقى مستفزه من كلامنا جدا اكيد، لان هم مش مستوعبين احنا بنقول ايه. لا الشتاء على فكره والله في دراسات اتعملت، خليني اقول لحضراتكم على الموضوع ده والله العظيم يا كريم. والله دراسات قالت ايه الدراسات؟ ربطت لك ما بين محب الشتاء والشخصيه بقى. اوكي يعني احنا وطلع ايه؟ يعني مثلا ايه المعروف عن فصل الشتاء يقول لك ده كئيب، بالعكس طلع اللي بيحبوا الشتاء ناس رومانسيين، ناس حالمين يا سيدي، ناس رايقين. ومش عايزه اكمل بقى يعني. انا كلامك بجد والله كلامكم بجد. طيب بصي إيه؟ انا مقتنع؟ لا انا مش مقتنع ده انت عارفه حبي للشتاء عامل ازاي، بس فعلا شخصياتنا بتقول كده. بصي انا يعني حسيت لما قريت حسيت بتكلم عن نفسي، انا هقول لك على تفصيله كده في ناس كتيره قوي بتندهش فيها، يعني دايما دايما عشان الاجواء الشتويه بتبقى دايما ايه تحسوا ان السماء لونها رصاصي واجواء ممطره وبرد والى اخره، في ناس كتير بتكتئب فعلا. إزاي؟ انا واحد من الناس بقى العكس، انا عايز اقول لك ببقى في قمه الاكسايتمنت، بس برضو خلي بالك الخلفيه الاسكندريه هتلاقي معظم الاسكندرانيه اللي زي حالاتي عندهم نفس الحته دي، يحبوا الشتاء جدا. احنا مش بس محبه، احنا بنتفائل عكس ناس كتير قوي، اول ما الدنيا احنا بنقول الدنيا بتشتي عندنا تتدفى كده وتشرب حاجه سخنه ونور خفيف وتتفرج على فيلم، يعني اعتقد دي اجواء حلوه، على عكس بقى الجو حر وقاعد بقى مش طايق نفسك ومشغل التكييف وتطلع في الطرقه لا 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 ليه على طبعا. ايه يا جماعه نروح فاصل ونرجع نكمل. عودة إلى 10 الصبح بالأهلي من جديد، أهلا بكم مرة تانية. تعالوا بقى نتعرف على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي من خلال زميلتنا العزيزة سالة حامد، هي موجودة حاليا في فرع النادي الأهلي بالجزيرة. يا صباح الخيرات عليك يا سالة، اتفضلي احنا سامعين.
صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. يمكن زي ما انت قلت يا كريم، يعني خليني انقل لكم ابرز الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وكالعاده خلينا نبتدي باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده المدير الفني السويسري مستر مارسيل كولر. ويمكن امبارح يعني طبعا زي ما شفنا كلنا في مباراه امس الاهلي وفاركو، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف. سجل الهدفين احمد عبد القادر ومحمد شريف في الدقائق الاخيره من مباراه امس. يمكن يعني خلينا نقول ان هو فوز يعني مهم وفوز طبعا غالي للنادي الاهلي في مشواره في بطوله الدوري الممتازه لكره القدم للحفاظ يعني على اللقب. ويمكن بدون راحه كمان خليني اقول لكم انه الفريق الاول لكره القدم النهارده ان شاء الله يعني هيواصلوا تدريبات بشكل طبيعي. التجمع كان الساعه 9:30 والتدريب الساعه 10:30 على ملعب مختار التتش استعدادا لبقيه المباريات الفتره القادمه في بطوله الدوري. يمكن ان شاء الله يعني المباراه القادمه هتكون مع نادي سموحه ولا تقام يوم الاحد المقبل على استاد او ملعب استاد الاهلي والسلام في تمام الساعه 7 مساء، ودي هتكون الجوله التاسعه من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى وقطاع كره السله. رجال كره السله وسيدات ايضا كره السله، يعني يمكن رجال كره السله تحت قياده المدير الفني الاسباني مستر اوجاست ايبوش، وسيدات كره السله تحت قياده الكابتن طارق خيري. الاثنين يعني بيستعدوا بشكل قوي للمباراه القادمه ان شاء الله واللي هتكون السوبر المصري يوم السبت المقبل. يمكن سيدات كره السله عندهم المباراه دي مع نادي سبورتنج يوم السبت المقبل الساعة 4، وهذه هتكون على صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر. وعلى نفس الصالة صالة الدكتور حسن مصطفى هتكون مباراة رجال كرة السلة وهتكون مع نادي الاتحاد السكندري الساعة 8. يمكن المباراتين دول هيكونوا يوم السبت إن شاء الله. والاتحاد المصري لكرة السلة يمكن صرح يا كريم ونهاوند إنه إن شاء الله يعني يوم السبت هيكون في حدود يعني 500 مشجع لكل فريق، سواء النادي الأهلي نادي سبورتنج وكمان نادي الاتحاد السكندري. فالمباراة دي إن شاء الله هتكون يوم السبت. ويمكن خليني اقول لكم ان الرجال وسيدات كره السله هينقلوا تدريباتهم والتمرين يعني من صاله الشهداء وصاله الامير عبد الله الفيصل لصالة الدكتور حسن مصطفى ان شاء الله يوم الخميس والجمعه. هيتمرنوا بعد كده هيدخلوا في معسكر مغلق عشان طبعا يدخلوا في اجواء يعني ما قبل المباراه عشان يستعدوا بشكل قوي لمباراه يوم السبت. ده بالنسبه لكره السله. خليني بقى اروح لكره الطايره، والنهارده ان شاء الله يعني هيكونوا في راحه يعني سلبيه من التدريبات، وبكره هيرجعوا تاني يواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي سواء رجال كره الطايره او سيدات كره الطايره. ان شاء الله يعني سيدات كره الطايره عندهم يوم الجمعه مباراه مع اصحاب الجياد، ودي هتكون على صاله اصحاب الجياد ان شاء الله يوم الجمعه في بطوله الدوري. ورجال كرة الطايرة عندهم مباراة يوم السبت المقبل يوم 24 من الشهر الجاي، وهتكون مع نادي سبورتنج، ودي أول مباراة في الدور الأول من بطولة الدوري. بعد كده هيكون في تاني مباراة إن شاء الله مع نادي سموحة، وتالت مباراة هتكون مع نادي الزمالك يوم 31 من الشهر الجاري، واللي هتقام على صالة نادي الزمالك في 100 عقبة. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لكم ان سيدات كره اليد بعد يعني العوده من رحله الكويت والحصول على بطوله الكويت الوديه كانوا في راحه سلبيه لمده يوم امبارح، والنهارده ان شاء الله هيرجعوا ويستنفوا تدريباتهم مره اخرى على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. التدريب النهارده ان شاء الله هيكون الساعة 6، ويوم الجمعة هيبقى عندهم مباريات في بطولة الدوري إن شاء الله يوم الجمعة مع نادي الزهور على صالة نادي الزهور، ويوم السبت مع نادي أصحاب الجياد، ويوم الحد هيكون في تدريب عادي، وبعد كده يوم الاثنين إن شاء الله هيكون في مباراة الدور الثمانية في بطولة كأس مصر، واللي هتكون إن شاء الله مع نادي الشمس، وهتقام في تمام الساعة 6 مساء على صالة الأمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. كمان خليني أقول لكم إن امبارح منتخبنا الوطني منتخب مصر لكرة اليد امبارح يعني في أول تجاربه الوديه واول المباريات الوديه امبارح استعدادا لبطوله كاس العالم لكره اليد 2023، واللي هتقام ان شاء الله الشهر القادم في دوله بولندا والسويد. يمكن امبارح يعني منتخبنا الوطني كان عنده اول مباراه وديه مع المنتخب القطري وفاز فيها المنتخب الوطني بدون يعني المحترفين وايضا بدون المدير الفني الاسباني روبرتو براندو، يمكن ما كانش متواجد كمان في المباراه، وبدون يعني المحترفين فقط يعني باللعيبه المحليه قدر منتخبنا الوطني ان هو يفوز بنتيجه 21-18. ويمكن خليني اقول لكم ان قائمه منتخب مصر بتضم يعني العديد من لاعبي النادي الاهلي واللي كمان شاركوا يعني في مباراه امس، منهم عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن طه في حراسة المرمى، كمان إبراهيم المصري، أحمد عادل دولة، وعبد الرحمن فيصل،
محسن رمضان، عمر خالد كاستيلو، عمر سامي دحروج، ومهاب سعيد، وايضا اسلام رادي. يمكن دي انا هواندو يا كريم كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاك يا كريم، وايضا معاك انا هواندو لو في اي سؤال. والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليك يا كريم. طبعا تفضل. هي مفيش اي اسئله، مفيش غير كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزه ساره حامد على هذه التغطيه المتميزه كالعاده. طيب احنا هنختم بقى السيجمنت الاولاني قبل ما نروح فاصل بفيديو جراف، هو عن او حول يعني فكره هنا اضطرابات النوم. يعني تيجي تتكلم كده تقول انا عندي اضطرابات نوم، او نسمع المصطلح ده حتى لو احنا مش بنعاني منه، بس هو ملف كبير جدا ومندرج تحتيه مشاكل كتيره جدا. يعني اضطرابات النوم ممكن يبقى منها الارق، ان انت تحس انك عايز تنام او تشعر بالرغبه في النوم، كمان رغبه شديده في النوم، بس ده بيبقى الصبح، تيجي بالليل تنام ما تبقاش قادر تنام، دي اسمها اضطرابات نوم. فكره ان انت تنام وبعد كده تصحى في اوقات غريبه على مدار اليوم، دي اسمها اضطرابات نوم. في ناس نفسها بيروح وهي نايمه، دي اضطرابات نوم. يعني فيها نماذج كتيره جدا وفيها اسباب كتيره جدا ومتعدده، منها بتبقى حاجات امراض مزمنه، ومنها حاجات تانية بتبقى نفسيه، ضغوطات وغيره. فملف في غايه الاهميه، ملف كبير. احنا بنحاول من خلال يعني النصايح اللي حضراتكم دلوقتي هتشوفوها من خلال هذا التقرير، ان احنا نحاول ان احنا نتغلب على هذه الازمه، رغم ان تاني هرجع اقول بعضها بيكون اسبابه او يعني يعني اللي راجع فيه مشاكل مزمنة. فمهم جدا الواحد برضو يروح ويستشير طبيب لو الموضوع متكرر عنده والفترة طويلة. هنروح نتابع وكان نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. يا اهلا بكل حضراتكم، رجعنا عشان نستقبل بقى ضيفنا في اول فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده، اللي كان غايب عننا بقاله فتره طويله وليه وحشه الحقيقه، وحكيت طبعا حابين نتكلم معاه طبعا اكيد عن ماتش امبارح الاهلي وفاركو، والماتش اللي جاي ان شاء الله امام سموحه. وبرضه الامر ما يخلاش لازم نعرف انطباعاته كده ومتابعته لكاس العالم كانت عامله ازاي. استاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي اللي دايما بنسعد بوجوده معانا، يا صباح الخيرات على حضرتك، الحمد لله على سلامتك. صباح الفل يا مسيو سامي، والله يعني سعداء بحضرتك بعد غيب، انا مش عارفه ايه السبب، بقالك كتير ما جيتش معانا، صح تقريبا شهر وشويه حاجه كده. المهم حضرتك منورنا النهارده وزي ما كريم قال كده عندنا ملفات مختلفه، وانا رايي نبدا بالاهلي او نبدا يعني نبدا بماتش فيوتشر ولا فاركو زي ما تحب. وما الاثنين راكبين ما هو عشان كده انا عشان كده عايزه اتكلم. خلينا نبدا تساؤل من ماتش امبارح والماتش اللي قبل بالظبط، فين الصحوه اللي كان فيها الاهلي من بدايه الموسم؟ معلش وجهه نظر، لا تمام وجهه نظر نقديه. يعني بسم الله ما شاء الله الاهلي مع بدايه الموسم سوبر، 6 انتصارات متتاليه، انتصارات افريقيه، فجاه لنا شوية حاجات كده مش كويسة في الفرقة، التعادل مع فيتشر ويعني تضيع فرص برضو كانت ملحوظة يعني، وعثر قدام فاركو. يعني ربنا أكرم الفرقة بالهدف اللي في الدقيقة 96، بس ده مش بس ده الاهلي، احنا دايما 90 بلس. يعني انا امبارح ما كنتش متضايق على فكره، يعني كنت واثقه ان احنا هنعدل السكور، بس مش المشكله عندنا في 90 بلس على قد زي ما حضرتك قلت كده، ان يمكن اخر ماتشين مش الافضل بالنسبه لمستوى الاهلي القويه والبدايه القويه اللي كانت افريقيا ومحليا. طيب تعالى نروح لتصريحات مارسيل كولر، لان هو تحدث عن اللي حضرتك بتقوله ده اصلا، لكن هو بيتكلم دايما ان احنا هو عنده نظره معينه، فكره حتى تغيير مراكز اللاعبين هو عنده نظره معينه. فالراجل واضح ان هو مش بيلعب عشوائي، الراجل بيلعب برده بفكر بالظبط، فدي نقطه كويسه بتهيالي او تطمنا الى حد ما، مش عشوائي خالص. المسؤوليه اكثر على اللاعبين نفسهم. صح، انت بشيل كويس، كمل ووصل اللي انت عايزه. الصداره ما تتسابش يا استاذ كريم، طبعا مهم قوي. وافتكر ان انت خسران 2 دوري قبل كده، طبعا لازم تفتكر ده نتيجه نزيف نقاط ما كانش ليه لازمه وقتها، وبطبيعه الحال مش عايزين ان الموضوع ده يتكرر مره ثانيه. بس بالزبط. زي ما كانت نواند بتقول، البدايات مطمئنه الى حد كبير، بعيدا طبعا عن اللي هنقول ايه، هنسميها الدروبات بتحصل احيانا، كما هو الحال في ماتش فيوتشر مثلا، وكما هو الحال في اي مباراه احنا ما بنبقاش يعني ايه مطمنين غير مع يعني هدف بيتحقق في الدقيقه 90 مثلا. وانت حضرتك عارف بقى دي عاده، ربنا ما يقطع لنا عاده عند لعيبه النادي الاهلي، بتيجي على اعصابنا كجماهير، لكن بالزبط. في الاخر الحقيقه بيحصلوا على النقاط المرجوه. انا وجهه نظري في الحته دي، جبت جون
لازم اسعى للثاني، لازم امن الفوز، لا استعراض ولا شويه دلع ولا تراخي. بالظبط يعني دي مسؤوليه اللاعبين في الملعب. كولر عامل اللي عليه بزياده، الجهاز الفني كله عامل اللي عليه بزياده. تدعيمات الفرقه ممتازه وايجابيه جدا. فيبقى مسؤوليه اللاعبين في الملعب، لازم يكونوا يعني اكثر شراسه. جون جه لازم الثاني يجي بعديه بدقيقه امن الماتش. واحنا شفنا مونديال قد ايه 2-0 بقى 3 التعادل بعد التعادل الثاني. هو جمله لازم نكون اكثر شراسه اتكررت على لسان مستر كولر وكابتن سيد عبد الحفيظ كمان امبارح امبارح بعد الماتش في المؤتمر الصحفي اتقالت بشكل صريح. لازم يكون اكثر شراسه لان دي مكانتهم في الدوري المصري طبعا وفي افريقيا. فبالتالي انا بشوف ان مهم جدا اللاعبين يتعلموا من ظروفهم ومن انفسهم في الملعب ويحاسبوا انفسهم. مهم جدا دي، مش انا فزت وخلاص وجبت دي 96 فرحان في الشك، بس ليه اتاخر الفوز؟ صح على صفارة الحكم. يعني ممكن لو تردد اللعبة عايز هفر طبعا. صحيح. طيب خليني أروح معاك برضو أستاذ سامي لفكرة هنا اللي بيعمله مارسيل كولر في الملعب حاليا من التغييرات والمراكز. يعني فكرة هنا برونو سافيو أنه يلعب راس حربة ويعني بعض التغييرات الدنيا مثل بيها، بتشوف ده برضو لصالح المنتخب؟ فكرة برضو الضغوطات، احنا عندنا لغاية شهر فبراير فهيبقى في ضغوطات. فكرة الروتيشن ده هو مش عايز يكرر مأساة الموسم اللي فات والضغط اللي تعرضنا ليه، تيجي في الآخر اللعيبة منهكة تماما بعد موسم طويل. فبتشوف أو بتقرا ده إزاي برضو؟ هو مذاكر بصراحة، دي حقيقة. كولر مذاكر لعيبته ومذاكر الفرقه، والتغييرات دي بتربك الاخرين يعني. رغم ان هي نالت انتقاد بعض الجماهير الاهلاويه، قال لك هو ليه ده بيحصل، بس هو فعلا ليه رؤيه ومفروض ان احنا نديه الفرصه دي. يعني بيرتستاو اقصر لعيب في الفرقه، بيلعب راس حرب. فبالتالي انا شايف ان دي التبديلات دي بتربك الفرقه اللي صحيح قدامه. صحيح. وتديله اوراق جديده. فالحمد لله الراجل فاهم كويس ودي نقطه مهمه كويس. وزي ما انت قلت في ضغط على الفرقه، فلازم يدور الفرقه بالجامد عناصر جديده تخش ومراكز بالظبط تغيير في مراكز دي مهمه جدا. خلينا نشوف راي حضرتك يعني هيتفق معاه الاستاذ احمد ثابت اللي منورنا على التليفون محلل الاداء بقناه النادي الاهلي، نشوف هيبقى في اتفاق في النقطه دي ولا لا. استاذ احمد صباح الخير على حضرتك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح النور ودايما منورين متواصلين، وتحياتي لحضراتكم والكابتن سامي. ربنا يخليك، صباح الفل عليك. احنا كنا بندردش انا ونهاوند مع استاذ سامي، ووصلنا في الكلام لتفصيله التدوير اللي عمله مؤخرا مارسيل كولر واللي نتج عنه اندهاش البعض واستنكار البعض. الكلام هنا على ان مش الطبيعي ان المدير الفني هو سيد قراره والمفروض ان هو عارف كويس قوي هو بيعمل ايه، وبناء على اللي بيعمله بنستنى نشوف النتيجة، هل هي النتيجة المرجوة ولا لا، وبعدها نتكلم أو نتحاسب، ولا الدنيا بتمشي إزاي في هذا الإطار؟ هو خلينا نقول طبعا أن مارسيل كولر من المدارس السويسرية اللي هي نفس مدرسة فايل، اللي هي بتعتمد أكتر على الفكر بتاع أن أنا بشتغل أكتر على لعيبتي وعلى النادي الأهلي أكتر. دايما بيبدأ المباراة بالريتم العالي والضغط العالي، ده فكره يعني، بيحاول ان هو دايما ينهي المباراه في اول 30 دقيقه. يمكن الاداء في الفتره الاولانيه كان هايل، كان اكثر من رائع. يمكن الاداء قل شويه نتيجه التاثير بفتره التوقف، يعني قل شويه نوعا ما، ولكن
المهم المكسب، يعني انت لاعب 8 مباريات، النادي الاهلي كسب 7 اتعادل مباراه لم يخسر حتى الان، مسجل 16 هدف وعليه 4 اهداف. فالنادي الاهلي ماشي بشكل كويس حتى المباراه اللي اتعادل فيها مضيع ضربه جزاء في الدقيقه 95. يعني الموضوع كله تعادل مباراه، يمكن هي بس الناس كان خوفها او قلقها نوعا ما من تكرار تجربه الموسم الماضي، وده برضه حق الجمهور وحق اكيد اكيد، وان هي تخاف على خساره الدوري، فده حقهم برضه. ولكن مارسيل كولر ماشي بشكل كويس حتى الان، يمكن هو بيتبع فكره المهاجم الوهمي، فكره لما كان موجود بيرسي تاو قبل ما يتصاب كان دايما لعب في اخر مباراتين رغم تواجد حسن اكثر من مهاجم، بس هو عايز زي ما قلت لحضرتك بيضغط ضغط عالي من الاول، عايز مهاجم وهمي يفتح مساحات اللي جاي من تحت، فكان بيعتمد اكثر على بيرسي تاو. لما اتصاب بيرسي تاو حاول يجرب بعض اللاعبين، ولكن هو برضه جات له فكره سابيو، ليه امبارح لعب بسابيو راس حربه؟ مش عشان احنا ما عندناش راس حربه او لا، هو عشان الراجل حاطط فكره المهاجم الوهم اللي هي الكوره الحديثه دلوقتي، ان انا طالب منه دورين، ان انا اقدر اتحرك المهاجم ده يتحرك لي على الاطراف ويقدر يعمل زياده من اللي جاي من تحت، سواء من قفشه، سواء من كريم فؤاد، سواء من برونو، يعني سواء من قفشه او حسين الشحات او احمد عبد القادر او حتى لما نزل حسين الشحات يفتح لهم مساحات للي جاي من ورا. والحاجه الثانيه ان المهاجم برضه بيعمل ضغط عالي على المدافعين مع صانع الالعاب، زي ما شفنا امبارح مثلا هو قال حتى في المؤتمر الصحفي، قال انا بجرب ثنائيه قفشه وسافيو اللي هي في الحاله الدفاعيه بتتحول ل 4 4 2 وجود سافيو كراس حربه وتحته قفشه. شفنا الشوط الاول النادي الاهلي يمكن امبارح استحواذ النادي الاهلي 60% في المباراه، الاهداف المتوقعه انت عامل امبارح 19 محاوله على المرمى منهم 6 صح، يعني 6 اون تارجت. النادي فاركو استحواذه 40%، عمل 5 محاولات بس، يمكن في ممكن نقول ان احنا النادي الاهلي عمل محاولات كتير، راح على المرمى 19 محاوله، ولكن لسه عندنا حته اللمسه الاخيره، حته بعض الايه اللمسه الاخيره دي اللي احنا المفروض النادي الاهلي هيشتغل عليها ان شاء الله في يناير. دي اللي انت بتتكلم في لسه مباراتين بس، مباراه سموحه ومباراه سيراميكا قبل شهر يناير، فالنادي الاهلي لو قدر ان هو ان شاء الله يفوز بيهم يبقى انت في اول 10 جولات حققت نتائج ممتازه، عشان كمان لما تخش في يناير ويبقى يحصل ان شاء الله دعم، يبقى اذا زي ما كابتن سيد عبد الحفيظ قال امبارح ان شاء الله ان هيبقى في دعم كويس في بصفقات جديده في يناير، فهيبقى الفرقه انت المهم ان انت قبل ما تخش كاس العالم للانديه ده المهم اللي هي من 1 فبراير تكون قدرت ان انت تحقق اكبر عدد من النقاط وتقلل فقد النقط، ليه؟ لان بعد كده اتحاد الكوره مش هيرحمك في تتابع المباريات. صحيح. طب دكتور احمد خليني اروح معاك برضو النقطه اللي هاخد من كلامك، يعني حلو جدا ان احنا ان شاء الله الماتشين اللي فاضلين دول يعدوا على خير، نتمنى التدعيمات تكون طبعا سريعه جدا وفي شهر 1 مفروض كما ذكر يعني او تم اعلانه، بس هل احنا مشكلتنا في فكره الفاينل تاتش او الفينال او اللمسه الاخيره في فكره التدعيمات، او ان احنا عندنا مشكله في بعض المراكز، ولا القصه مالهاش علاقه بده، ليها علاقه مثلا بطريقه لعب او بفكر معين او باداء على الملعب؟ يعني هل هي فقط متوقفه على الصفقات؟ لان احنا سبق وجبنا صفقات قبل كده وما زالت المشكله قائمه، يعني خليني اعرف وجهه نظرك في هذا الامر. هي حاجتين، يعني سؤال حلو جدا، هي حاجتين، اول حاجه هي قرارات اللعيبه في الثلث الاخير من الملعب. بيعتمد الكلام ده في التدريب بقى، سواء جانب نفسي او جانب فني، انت ازاي بتتعامل مع اللاعب في التدريب؟ بان انت بتدعمه نفسيا وان هو ان انت بتمرنه اكتر وبتجيب له مرمى صغير وتحاول ان انت تمرنه اكتر على الفينش، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انت برضو للامانه انت محتاج مهاجم اكثر، يعني مهاجم اجنبي يكون اكثر قدره او يبقى عنده نوعا ما قدرات عاليه قوي في الفينش. فدي حاجتين، يعني انت تدعيم، وفي نفس الوقت برضو انت محتاج، انت عندك لعيبه ممتازه، ما انت محمد شريف ده كان هداف دوري، كان جاب 15 هدف شادي حسين السنه اللي فاتت جاب 16 جول مع سيراميكا، يعني حسام حسن ده كان هداف سموحه، فانت اللعيبه دي كلها لازم تدعمها نفسيا، لازم تقف معاها، لازم تديها تمرينات عشان برضو ما تخسرهم، ان هم ان انت تقدر تكمل الموسم بشكل كويس. في نقطه بس انا عايز اعلق عليها، اتفضل. في المباريات الاخيره وهي التحكيم. التحكيم في المباريات الاخيره امبارح في يعني احنا شفنا مثلا اخر 3 ماتشات، مباراه الاهلي والمحله حصل فيها 3 اخطاء تحكيميه ضد النادي الاهلي. منهم المفروض كان طرد اللاعب تدخل على قدم اكرم توفيق،
منهم اكتر من برضه من ضربه جزاء لاكرم توفيق لم تحتسب. وشفنا كلاتنبرج بتحليله في الفيديو التحكيمي اللي بينزل بعد كل جوله اتكلم في اللعبه دي، اتكلم في ثلاث اخطاء ونزلوا. مباراه الاهلي وفيوتشر اللي هي كانت بعد المحله امبارح نزل الفيديو بتاع كلاتنبرج اللي بيحلل فيه الحالات التحكيميه. جابوا اللعبه بتاعت سعد سمير وجابوا اللعبه اللي هي اللي حصل فيها ضربه جزاء وجابوا تحليله للعبه اللي حصل فيها كارت احمر لعمر كمال عبد الواحد. ما جابوش اللعبه اللي كان فيها ضربتين جزاء في لعبه واحده للنادي الاهلي، واحده لعلي معلول وواحده لشادي حسين. وما جابوش اللعبه اللي فيها طرد على لاعب للتدخل العنيف على عمرو السوليه. فهل نتمنى لما نشوف تحليل مباراه الاهلي وفاركو من كلاتنبرج ما يتمش مسح حالات، او مش هنقول ان تم مسح حالات، هنقول يعني خلينا بس ننتظر لتحليل المباراه الاهلي وفاركو. أيوة. نتمنى الفيديو ينزل كامل، نتمنى لان ده دوره ان انا عايز اشوف كل الحالات التحكيميه الموجوده. بالظبط بالظبط. امال احنا جبنا كلاتنبرج ليه وتعبنا نفسنا والراجل جه والراجل تعب نفسه ومبالغ بتدفع؟ هو عشان يبقى في اصلاح للمنظومه طبعا يعني التحكيميه نتمنى فعلا، بس خلينا ننتظر لغايه لما نشوف ايه اللي هيحصل فعلا الفتره اللي فاتت. بس ملف مهم موضوع التحكيم ده طبعاً. بس هنتكلم فيه، بس احنا هنروح فاصل ماشي. صح كده، ونرجع نكمل مع استاذ سامي انا وكريم، ولسه عندنا ملفات مهمه يمكن هنبدا كمان بالاخطاء التحكيميه. فاصل نرجع نكمل. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد لاولى فقرات الحواريه في حلقتنا النهارده اللي منورنا فيها طبعا استاذ سامي الناقد الرياضي العظيم، واللي كان بيتابع الحوار اللي كان داير ما بيني انا ونهاوند واستاذ الدكتور احمد ثابت من شويه، وحضرتك كان في تعبيرات وواجهك كده بتتفق مع نقاط معينه هو ذكرها، وفي حاجات ثانيه يعني حسيتك كده ايه مستاء من محتوى الكلام ابتداء من الجزئيه اللي كان بيتكلم فيها على الاخطاء التحكيميه. ما نرجع ونقول جبنا خبير تحكيمي اجنبي عشان يصلح. بس برضو انا شايف في اصابع بتلعب في ورا الكواليس للاسف الشديد. طب وايه العمليه ناقصه؟ لا يعني في محاولة تعطيل الأهلي كانت موجودة، محاولة تعطيل الأهلي موجودة فعلا من 3 أو 4 سنين، فالجو كده مش هيصلح. بس أنا طب لما تبقى كل الشواهد مش بس بتشير، دي بتؤكد على إن في تربص ما بالنادي الأهلي وبشكل عملي ملموس، طب إمتى الوضع ده هيتغير ويتغير بناء على إيه؟ مين اللي غيره؟ معلش السؤال. اتحاد الكرة. اتحاد الكرة فقد الاحترافية يعني مخلينا ورا قوي. ده وقت نصر. ورا قوي. يعني صحيح احنا ظهرنا المباراة النهائية في كأس العالم عشان التأهل يعني وفشلنا. بس ده يؤكد ان منظومه الكره في مصر لسه مش زي ما نتمنى. لا منظومه ضعيفه. يعني بالتالي يعني في اهواء داخل الجبلين. في ده موضوع كبير يا استاذ سامي. ده عايز له حلقه لوحدها من بابها عشان نقعد نتكلم فيه. ده حقيقي. في اهواء داخل الجبلية وده مش على الأهلي بس، على كيان الكرة المصرية كله. يعني بقالنا كتير قوي مش بنفرح، أما بنفرح محمد صلاح فين أمثاله؟ فين أمثاله؟ فين صحيح عندك حق. في دي حاجة بلغة الأهمية. اما نلاقي منتخب السنغال كله شغال بره في حاجات كتير محتاجه تتغير، والا هنعيش اللي فاضل من عمرنا كلنا بنتكلم في نفس المشاكل ونفس السلبيات. وعشان كده بقول يعني الاهلي مطالب بالدفاع عن نفسه جوه الملعب، ما يستناش تحكيم وما يستناش فار. زي ما قلت في الاول جبت جون لازم اجيب الثاني والثالث. طبعا دي نقطة مهمة جدا.
احنا للاسف بس الشديد عندنا لسه حتى اسئله كتير حابين ندردش مع حضرتك فيها، لكن للاسف احنا محكومين بمده زمنيه بتوشك على الانتهاء، يعني يا دوب نلحق نشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا في حلقه النهارده. انا سعيد بيكم النهارده. يعني استاذ سامي حضرتك عزيز علينا جدا بجد كضيف وكصديق، واحنا عارفين ان حضرتك بتتابع البرنامج يوميا، فده شيء بجد يسعدنا جدا. حضرتك نورتنا كالعاده، وهنسيب حضراتكم دلوقتي وبعد الفاصل هنرجع مع فقره طبيه بس هي مسجله معايا ومع دكتور علاء الدين احمد، ونشوفكم ان شاء الله انا وكريم في حلقه جديده والاسبوع القادم 10 الصبح في الاهلي. شكرا لكم. برحب بحضراتكم في الفقرة الطبية الأخيرة، وكل حلقة بيبقى ملف مختلف. احنا هنتكلم النهاردة في ملف مهم جدا، لأن حاجة احنا بنشعر بيها أو بنمر بيها، يعني خليني أقولها كده، أحيانا احنا بيكون عندنا للأسف الشديد الحل الوحيد لبعض الحالات تحديدا في مشاكل العظام هو التدخل الجراحي، سواء بنتكلم هنا نتيجة لتدهور المشكلة أو تعرض الشخص نفسه يعني لا قدر الله لحادث أليم أدى لذلك. طيب وفقا للدراسات الحديثة اللي وضحت كمان بأن هنا إعادة التأهيل بعد الجراحة ليها دور كبير جدا في شفاء العضلات والمفاصل، وكلام كتير وتفاصيل أكتر في النقطة اللي أنا اتكلمت بحضراتكم فيها، كل ده هنعرف فيه أو هنتكلم فيه. طب إحنا إزاي من الأول ممكن أن إحنا نحافظ أصلا على صحة المفاصل كمان، وبعد لو لا قدر الله في عملية إزاي برضو أحافظ على المفاصل بتاعتي بعد العمليات أو الحوادث أو إلى آخره. أعتقد ملف في غاية الأهمية، بس هنعرف تفاصيله أكتر والإجابات المختلفة على أسئلتنا من دكتور علاء الدين أحمد المستشار العلمي لشركة باكس فارما. يا صباح الهنا. لا هي مش صباح بقى، اتفقنا تبقى بونجور. بونجور، خلي بالك ده انا بقيت كل حته بقول ايوه خلاص بقينا نمشي نقول بونجور، يبقى صباح الخير اي حد دلوقتي بقول له بونجور. طب صح كده، بونجور عليك الاول وعلى الساده المشاهدين. خلينا بس الاول نقول الهدف الاساسي من الفقره بتاعتنا ان احنا بندي للساده المشاهدين ثقافه غذائيه، ثقافة دوائية، وثقافة صحية. هاي النهاردة يعني احنا في الثقافة الصحية. أيوة. يعني المشاهد بعد ما يطلع من الفقرة دي يقولك اه والله انا ازاي اتعامل مع جسمي واتعامل ازاي معاه من الناحية العلاجية. بالظبط. حلو جدا. دي رقم واحد. رقم اتنين، ليه احنا بنتناول الموضوع ده الايام دي؟ لان معروف ان مع فصل الشتاء الام العظم بتزيد. وبنشتكي من الام العظام. وحضرتك في سياق حديثك في المقدمة بتقول المفاصل. يبقى لازم الاول نعرف يعني ايه مفاصل. للاسف كمان المشكله دي موجوده في كل بيت مصري، يعني طبعاً. هتلاقي ما فيش بيت يخلو منه حد عنده مشكله تقريبا في المفاصل، فيعني اعتقد طبعاً. ملف مهم جدا. طبعا خلينا الاول نقول ان جسم الانسان من ضمن مكوناته هو الهيكل العظمي العظام، والمفاصل هو التقاء اي عظمتين ببعض. يعني حضرتك عندنا مفصل كتف، مفصل ركبه، اي التقاء عظمتين ببعض دول بيسموهم مفصل، والعظمتين دول بيرتبطوا ببعض عن طريق الاربطه والغضاريف. تمام. والغضاريف دي سبحان الله بتعمل زي مخدات بينهم سائل لزج علشان يمنع احتكاك العظمتين ببعض، وده اللي يوضح لك امتى بتحصل خشونه الركبه مثلا على سبيل المثال، لما السائل ده يبقى مش موجود والغضاريف دي يحصل فيها تاكل، فبنوصل لمرحله اللي هو بيسموه تاكل الغضاريف او خشونه الركبه، وطبعا دي بتبقى الامها مبرحه جدا. اوكي. احنا جينا اتفقنا ان احنا بنتكلم الاول على الهيكل العظمي، يبقى انا محتاج ان انا اعرف ازاي العظم بتاعي يبقى كويس، وخاصه واحنا داخلين على فصل الشتاء. حضرتك هو الاساس في العظم هو فيتامين دي. فيتامين دي. لان فيتامين دي هو ايه اللي بيعمل؟ هو المسؤول عن ترسيب وامتصاص الكالسيوم في العظام. والعظم بتاعنا اساسا متكون من كالسيوم وفسفور. صحيح. يبقى الاول انا محتاج الاول اظبط فيتامين دي. وحضرتك احنا لو جينا النهارده عملنا تحاليل مثلا الناس اللي في القاعه هنا، هتلاقي 90% من الناس اللي عندهم مشكله في فيتامين دي. ايه ده؟ ليه ده كده باي ديفولت يعني؟ هو بص حضرتك عادات سيئه غلط. ومعروف ان فيتامين دي هو المصدر الاساسي بتاعه للشمس، كلنا بقينا نقعد في التكييفات ما نتعرضش للشمس فترات طويله. لكن يعني بتاعنا هل فعلا الدول اللي هي مفروض ان جوها حار الى حد ما، منها برضو مصر، نقدر نقوله او الشمس فيها كويسه، نقدر نقول كمان شعبها ما بيحصلش على المفروض المقدار الكافي من بس هو خاصه الشمس؟ لما يجي يتعرض للشمس، يتعرض للشمس امتى؟ يتعرض للشمس الفتره بتاعه الصبح او الفتره بتاعه المغربيه. بس ده ما بيحصلش، طبيعه الحياه بتاعتنا اختلفت، وعشان كده لما بنيجي نعمل تحليل فيتامين دي هتلاقي ان 90% من الناس عندها مشكله في فيتامين دي. بقت بالتبعيه بقى عندها مشكله فين؟ بقى عندها مشكله في العظم. بس كده ده العالم كله بقى، يعني حتى الاجانب كده. لان حتى يعني احنا يعني خلي بالك احنا بنتكلم في مصر، في بالك بقى بره. بالظبط. احنا مصر هنا. فاول حاجه ان انا محتاج اظبط لك فيتامين دي، وبالتبعيه هظبط لك امتصاص الكالسيوم في العظم. صح. يبقى بالتالي انا هحل مشكله العظم، وبالتالي هروح على الغضاريف او المفاصل. خلينا وده الهدف الاساسي النهارده من الحلقه بتاعتنا، ازاي ان انا اخليه يبقى العظم بتاعك كويس والمفاصل بتاعتك كويسه.
احنا اتفقنا الاول ان احنا عندنا اول حاجه في الكورس بتاعنا هو ان انا بديك الفيتامين دي بالصوره الصحيه الطبيعيه بتاعته. اول حاجه عندي حاجه اسمها الفيدا بيكس. ايه بقى الفيدا بيكس ده؟ اللي هو عباره عن التركيز، وده اول حاجه في الكورس بتاعنا النهارده. الفيدا بيكس تركيزه عباره عن 2000 انترناشونال يونت اللي هي الوحده الدوليه، وده اوريدي للجسم بيبقى محتاجها كحاجه وقائيه. يعني انا هنا مش بديك التركيز ده كحاجه علاجيه، انما انت لو عايز تاخده كحاجه علاجيه بديك قرصين مع بعض، انما انت لو عايز تاخده كحاجه وقائيه بديك قرص واحد في اليوم فيتا بيكس اللي هو ال 2000 انترناشونال يونت اللي هي الوحده الدوليه. ده وقائيه بمعنى ان انا ما عنديش اي مشكله في المفاصل، بس انا باخده، ما عنديش مشكله في العظم، باخد فيتامين دي ولا اي مشكله، ارفع المناعه بتاعتي، ده بحسن الحاله المزاجيه، بيأثر معايا في موضوع الحرق. بس هو هنا فيتامين دي كونسنتريتد قد ايه؟ يعني لو انا اتكلمت في مكمل غذائي تاني 2000 ما بيبقاش بالقدر الكافي، لكن هنا ده كونسنتريتد بالقدر، يعني 2000 انترناشونال يونت ده الكافي لجسم الانسان في اليوم كوقائي. لو انت عايز تاخد كعلاجي ممكن تاخد قرصين مع بعض. أوكي. انت بتاخده كروتين بالنسبه لك، تمام؟ طيب احنا دلوقتي ادينا لك فيتامين دي، عايزين بقى ندي الكالسيوم عشان يقوي العظم. ما انا محتاج فيتامين دي اديته لك، محتاج اقوي العظم. ده اللي موجود في المستحضر الثاني النهارده من مستحضراتنا في الكورس بتاعنا اللي هو كورس العظم اللي هو السي دي زي بيكس. ايه بقى السي دي زي بيكس ده؟ فيه الكالسيوم، ومش اي تركيز من الكالسيوم ده، فيه الكالسيوم ساتريت. ليه بقى الكالسيوم ساتريت؟ معنى ذلك ان في انواع تانية من الكالسيوم بس الكالسيوم ساتريت ميزته ان هو ما بيتاثرش بالعصاره الحمضيه للانسان اللي بياخده، يعني تركيزه بتاخده بالصوره المثلى بتاعته، وكمان هو ما بيأثرش في معدتك، لان مشكلتنا مع الكالسيوم انه ممكن يدخلك في دور امساك، ممكن يعملك اضطرابات في المعده لو كان يعني لو كان هو زياده، لو هو النوع غير الكالسيوم ساتريت. الكالسيوم ساتريت ده هو اللي مصرح بيه في امريكا واوروبيا، فوق ال 40 سنه بياخدوا الكالسيوم ساتريت، ما بياخدوش الكالسيوم كربونيت، لان الكالسيوم كربونيت مشكلته ان هو ممكن يعمل لي اضطرابات في المعده، وممكن يتاثر بالعصاره الحمضيه بتاعه المعده. الكالسيوم كربونيت ده اللي هو متوفر في ايه مثلا؟ لا ما يعني ما في مستحضرات فيها الكالسيوم كربونيت، احنا بنتكلم النهارده عن المستحضر بتاعنا اللي هو الكالسيوم ساتريت. يعني التاني ده مضر اصلا؟ بيأثر في المعده وممكن يتاثر بالمعده. أوكي. انما الكالسيوم ساتريت الفورم بتاعته دي لا بتتاثر بالمعده ولا تاثر في المعده، والتركيز بتاعها 1350 مللي جرام. خلي بالك انا يهمني جدا التركيزات، لان انا يهمني تاخد كورس متكامل بتركيزات متكامله. يبقى ابتدينا دلوقتي بالفيدا بيكس وابتدينا بالسي دي زيت بيكس، يبقى احنا دلوقتي ظبطنا العظم. احنا في بدايه حوارنا كنا المشكله الاساسيه هي مشكله المفاصل، وعلى فكره مشكله المفاصل دي مشكله كبيره، يعني انت لو استنيت واهملت في المفاصل بتاعتك العمليات الجراحيه مكلفه جدا، انت ممكن تلاقي نفسك داخل في ارقام فلكيه. فاحنا من الاول بنقول لك لا، تعالى بقى ايه نشوف لك قصه المفاصل دي. احنا اتفقنا المفاصل دي عباره عن ايه؟ عظمتين مرتبطين ببعض باربطه، بينهم غضاريف، بينهم السائل اللزج. يبقى انا محتاج النهارده اديك بقى الحاجه الثالثه اللي هي الجوينت بيكس، ازاي احافظ لك من خلالها على صحه المفاصل والغضاريف. عشان كده بنقول الجوينت بيكس عباره عن 5 في 5. ايه بقى قصه 5 في 5؟ في 5 مكونات وبيعمل 5 حاجات. تمام. اوكي، بس انا عندي السؤال قبل ما نخش في ده، احنا الكورس 3 مع بعض ولا اخد واحد لما انا بس عايز اهتم بالغضاريف، عايز اهتم بالعظام؟ هقول لك على السؤال ده بس في الاخر خالص. ليه؟ لان هي هتلاقي في الاخر الكورس بقى شرح هو اسمه كورس. اوكي، انا عايز احافظ لك على. طيب خلينا في النقطه دي دلوقتي. دلوقتي احنا خلاص، احنا دلوقتي وصلنا لمرحله المفاصل والغضاريف. كويس. وازاي احافظ على المفصل ان انا ما اوصلش للعمليات الجراحيه وتكلفتها العاليه جدا وتاثيرها على الاكتيفيتي بتاعت الشخص نفسه كمان، الحاله الاقتصاديه بتاعته. يعني هو بالاضافه ان هو يدفع مبالغ عاليه ان هو هتاثر كمان في حياته. فانا بقول لك لا، تعالى لي بقى من الاول خالص كده ازاي. وحضرتك بص لو تلاحظ الرسم اللي قدامنا بيشرح ايه بقى اللي بيحصل في حته المفاصل. احنا اتفقنا ان المفصل عباره عن عظمتين مرتبطه ببعض عن طريق الاربطه، بينهم سائل لزج والغضاريف. وجد حضرتك ان المستحضر بتاعنا النهارده عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه اسمها كلوكوزين، كلوكوزين والجنترين، وعندنا حاجه اسمها الهيلوريك اسيد. ايه بقى دول؟ هم دول المسؤولين عن تجديد الاربطه والغضاريف وصحتهم. وعلى وسبحان الله تكتشفي ان اوريدي الجسم بيصنع المواد دي، بس مع العادات السيئه الغلط ومع السن او مع الحركات العنيفه او مع الحركات الغلط المواد دي بتقل. فانا محتاج اديها لك في صوره مكمل غذائي. ليه؟ لان انا عايز احافظ على تركيزها اللي يحافظ لك على كفاءه المفصل بتاعك. ده للرياضيين يكون مفيد جدا. خلي بالك هو للرياضيين ولكل الناس، لان حضرتك هو الناس اللي بتمشي على المشايه دي بتعاني من خشونه الركبه.
لان هو السائل اللزج ده بيقل، اللي هو الهيالورونيك اسيد ده اللي هو موجود عندنا على فكره، وموجود عندنا بتركيز 50 ملي جرام. يعني اصلا الحركه كتير حتى في الجيم لما نتكلم دي بتؤثر على الغضاريف وغيره. بالعكس المفروض ان هي بتبقى يعني الحركه على المشايه، تلاقي الناس معظم الناس اللي بتمشي على المشايه غير اللي بتمشي على التراك. بتمشي على المشايه بعد فتره بيبقى عندها الم في ركبتها. ليه؟ نتيجه ليه؟ لان هو السائل ده قل، وممكن يبقى يحصل عنده تاكل في الغضاريف، وبعد كده ممكن نخش في تغيير مفصل. فاحنا بنقوله لا، انت تاخد الكورس بتاع الجوينت ميكس ده كحاجه وقائيه. تمام. طيب احنا برضو عندنا من ضمن احنا اتكلمنا ان هو بيعمل خمس حاجات، لان هو خمسه في حاجه. عندنا حاجتين تاني اللي هو الجينجر، والجينجر ده حضرتك اللي هو مستخلص الزنجبيل، اللي هو بيعمل ايه بقى حضرتك؟ ده مضاد للالتهابات، لان من ضمن الاعراض اللي بتيجي مع مفصل الركبه او التهابات الركبه ان هو بيبقى عند العيان ده عنده الم في الركبه. تمام. فانا بديله من ضمن مكونات جوينت بيكس، بديله الجينجر ده بيشتغل كمسكن الالام وبيحسن الدوره الدمويه في حته الركبه او في المفصل عموما، فده بيحسن او بيسرع من شفائه. معلش الجينجر باخده في شكل ايه؟ هو موجود حضرتك في، ما احنا دلوقتي بنتكلم في الجوينت بيكس. ده من الانجريدينتس. من ضمن مكونات الجوينت بيكس، ما احنا اتفقنا ان هو عباره عن خمسه في خمسه. اوكي. بنتكلم على خمس مكونات بيعمل خمس حاجات. احنا دلوقتي اتكلمنا على بناء الغضاريف والاربطه، اتكلمنا على سهوله الحركه، لان عندي المشكله برضو العيان اللي بيعاني من المفصل بيبقى عنده مشكله في الحركه بتاعته، فانا بالجوينت بيكس سهلت له الحركه بتاعته. واتكلمنا على ان هو مضاد للالتهابات عن طريق الجينجر. في حاجه تاني اللي هو البروملين. البروملين ده اللي هو مستحضر للاناس، بيشتغل حضرتك ايه؟ لان في بعض الاحيان مع الناس اللي بتعاني من التهابات المفصل بيبقى عندها ورم. في الحته دي متورمه، فانا بديله هنا عن طريق الجوينت بيكس من ضمن مكونات الجوينت بيكس اللي هو البروملين، بيشتغل مضاد للتورم. يبقى النهارده هو عمل لي خمس حاجات، اعاده البناء الاربطه والغضاريف اللي هي مسؤوله اوريدي عن المفصل، الحاجه الثانيه ان هو بيحسنني من حركه المفصل، الحاجه الثالثه ان هو بيقوي العظم، الحاجه الرابعه بيشتغل كمضاد للتورم اللي بيبقى مصاحب الركبه، الحاجه الخامسه اللي هو مسكن الالام. حلو جدا. ده الكورس بتاعنا. حضرتك سالتيني سؤال في الاول خالص، يعني انا اخد بقى كل حاجه لحاجه؟ لا، هو ما دام بنتكلم على كورس حضرتك، يعني كورس يعني كله في نفس الوقت. حتى لو انا مش محتاجه انا بعمل وقايه. احنا اتفقنا الكورس بتاعنا فيه مستين، هو كورس وقائي وكورس علاجي. يعني انت لو عايز تاخده كوقائي، ستات البيوت بتاعنا اللي بتتحرك اللي بتطلع سلم بطريقه غلط، او النرادين اللي بيلعبوا بطريقه معينه بيرفعوا اثقال، دول بديله الكورس ده كورس وقائي. ليه بتبقى كبسوله واحده وحبايه لا، بس ما دام بنتكلم على كورس يبقى بنتكلم على اكتر من حاجه في نفس الوقت. طب ما نقولها بدل ما نخش على التاني، خلينا في الوقائي دلوقتي. دلوقتي هو الكورس الوقائي ان انا بديك الفيتا بيكس ده، بديهولك قرص بعد الفطار مع القلب مالتيفيت، والقلب مالتيفيت برضو ده معانا، لان هو القلب مالتيفيت لو احنا بنتكلم على تركيز الكالسيوم 1350، فعندي كمان تركيز الكالسيوم في القلب مالتيفيت 70، يبقى انا اديتك هنا ايه؟ جرعه متكامله من الكالسيوم. يبقى حضرتك بتاخد قرص الصبح بعد الفطار من الفيتا بيكس كمصدر لفيتامين دي، والقلب مالتيفيت كمصدر لفيتامينات والمعادن. طيب نيجي بعد الغداء بناخد الكالسيوم اللي هو سيد زيت بيكس عشان اديك التركيز اللي انت محتاجه. منين؟ من الكالسيوم، بديهولك بعد الغداء. بنيجي بالليل بناخد قرصين من الجوينت بيكس بعد العشاء. يبقى انا ايه اللي حصل هنا؟ انا اديتك كورس متكامل يحافظ على قوه العظم بتاعتك، وكمان يحافظ على كفاءه المفاصل والغضاريف والاربطه. وده يخليك ما تخشش بقى فين؟ في العمليات الجراحيه اللي احنا ابتدينا بيها الحوار بتاعنا. وما ادراك ما العمليات الجراحيه. طب معلش انا عندي برضو سؤال، لو حد يجي يقول لك طب وانا ما بعانيش من حاجه ليه اخد كل الكورس ده؟ يعني برضو رد حضرتك على ده ايه؟ بص حضرتك، لو انت زي ما حضرتك بتقول، لو انت رياضي او بتمارس رياضه في الجيم، او حضرتك بتطلع السلم بصوره يعني اوفر شويه، حضرتك يستحسن انك تاخد هذا الكورس القوقائي. لو انت عندك مشكله في العظم يبقى بتاخد هذا الكورس القوقائي. على فكره الناس اللي يعني الناس اللي بتعاني من المفاصل، هي يقول لك انا حاسس ان الحركه ساعات بتخني. الحركه دي بتخني، خلي بالك انت داخل على مشكله في الغضاريف والاربطه. هو هنا بقت المشكله عنده في الاربطه وفي الغضاريف. يبقى انا بديك النهارده كورس متكامل امبريلا، يعني شمسيه فيها مجموعه متكامله علشان احافظ على كفاءه العظم بتاعك، وعلشان احافظ على متانه وقوه وسلامه المفاصل. حلو جدا. طيب انا هقول ان ده مثلا ممكن يكون ريزونبل قوي او منطقي جدا للناس اللي هي كبار السن شويه، او هنقول
من بعد 30 سنة، بلاش كبار السن، لكن الشباب أو الأطفال هل الكورس ده بينطبق معهم برضو؟ يعني الأعمار إيه عشان نبقى فاهمين؟ حلوة، خلي بالك الأعمار، إحنا فيتامين د اتفقنا أنك مجرد ما تقدر تبلع بتاخد الفيتامين دي، اللي هو خاصة أن الفيتامين د المفروض يبقى روتيني جدا، لأن داخلين ونزلات البرد بتزيد وهو بيقوي المناعة. الكالسيوم، لأن إحنا عندنا أوريدي كلنا مشاكل في الكالسيوم، لأن إحنا ما بناخدش، يعني حضرتك على سبيل المثال، هو حضرتك المفروض أنك تاخدي في اليوم اسمها 3 وحدات من اللبن، سواء كان لبن أو زبادي، هل ده بيحصل؟ مش ريجولر. مش ريجولر. فأنا بقول لك لا، طب أنا بقى هديك هنا مكمل غذائي عبارة عن كالسيوم، كأني بالظبط اديتك 3 كوبايات لبن أو كوبايتين زبادي وكوباية لبن. يبقى إحنا دلوقتي بنتكلم على إيه؟ حاجة روتينية، تمام؟ طيب، نيجي نتكلم على الحاجة الثالثة. الحاجة الثالثة اللي هي إيه؟ اللي هو الجوينت ميكس بتاعنا. الجوينت ميكس بتاعنا، لو أنت النهاردة بتحس بألم في المفصل بتاعك أو حاسس أو بتمارس رياضة عنيفة، فهو بيقول لك لا، خد بقى الجوينت ميكس أيا كان سنك كحاجة وقائية. طيب هايل، يعني بنتكلم برضو إن الأعمار الصغيرة مفيش مشكلة، ده مفيش شيء وقائي، ده فيتامين أو مكمل للغذائي. هو ميزة الكرسي بتاعنا إن إحنا بنتكلم على مصادر طبيعية. يعني خلي بالك جبنا المصادر الطبيعية وحطيناها في صورة قرص سهل انك تاخده او صورة كبسولة سهل انك تاخده. كويس جدا. طيب هنفترض ان حد اوريدي بالفعل عمل عملية في المفصل مثلا، هل نقدر نقول له برضو انت ممكن بعد العملية تاخد هذا الكورس؟ يعني حتى لو هو راح لأوحش حاجة وهي الجراحة، نقدر برضو ان احنا نعوض بفكرة هنا ان احنا نلجأ للكورس ده بعد الجراحة؟ بس خلي بالك، هو بدأ عمل عملية فهو بيتابع مع طبيب، تمام؟ ولكن انا من خلال المكاني هنا بقول له انت بتاخد قرص امن وعباره عن مكملات غذائيه. ولكن برضو يستحسن ان هو يرجع للطبيب بتاعه، ولكن انا بقول له حاجه كده، بديك حاجات من مكونات طبيعيه فمفيش مشكله انك تاخدها، ولكن يستحسن انك ترجع للطبيب بتاعك. اوكي، طيب ازاي نحصل على هذا الكورس برضو؟ هل متوفر في الصيدليات ولا موجود بس من خلال؟ خلي بال حضرتك، احنا اتكلمنا على الكالسيوم، الكالسيوم موجود في من اكتر من مستشفى، المستشفيات الكبيره كمان. تمام، دي رقم واحد. رقم اثنين، ارقام التليفونات موجوده قدامنا على الشاشه اهي، فسهل قوي انك تتصل بالكول سنتر، وموجود في بعض الصيدليات بيجيبوا لك الكورس لحد عندك. وعلى فكره السعر بتاعه مور ريزنبل بالمقارنه بالحاجات الثانيه اللي هي المستورده، خاصة وإن إحنا بنتكلم على تركيبة متفردة مش موجودة في أي مستحضر تاني. وواخد موافقة طبعًا من هيئة السلام. ما نطلعش نتكلم إلا لما نبقى واخدين الموافقة بتاعتنا وكل ورقنا من هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصحة والكلام ده كله. رائع جدًا دكتور علي، للأسف الوقت بيجري والله. بس إحنا يعني قدرنا برضو من خلال الحلقة إن إحنا نغطي كل حاجة تقريبًا خاصة بهذا الكورس. في حاجة حضرتك عايز تضيفها قبل ما أختم؟ طبعًا إحنا نتمنى زي ما قلت لك في الأول، إحنا الهدف من الفقرة بتاعتنا إن إحنا بندي ثقافة غذائية وثقافة طبية وثقافة دوائية للمشاهد بتاعنا. نتمنى إن إحنا النهاردة نكون وفقنا في إن إحنا نوصل رسالة ونحل مشكلة كبيرة ومشكلة العظام والمفاصل. رائع جدًا. إحنا على كل حال طبعًا مستمرين، وكل حلقة بيبقى فيها ملف مختلف خاص طبعًا بالصحة العامة اللي بتفيد حضراتكم. شكرا جدا دكتور علاء، نشوفك ان شاء الله في حلقة جديدة. وبشكر حضراتكم على متابعتنا، اشوفكم انا وكريم اكيد في حلقة جديدة من 10 الصبح في الاهلي. مع السلامة.